مساء الخير جميعا، كل سنة وحضراتكم طيبين. أتمنى أنكم تكونوا قضيتوا عيد سعيد. دكتورة إيمان، هل الحضور مناسب أن أنا أبتدي ولا محتاج أنتظر ولا إيه الأخبار؟ لا يا فندم، ابتدي، هما يدخلوا تباعا، احنا 25 دلوقتي. طيب تمام، اتفضل. عظيم. إن شاء الله النهارده التوبيك هيبقى السكار ريليتد فنتريكولار تاكيكارديا، ودي الليرنينج اوبجكتيفز المفروض ان احنا نغطيها ان شاء الله. هنتكلم سريعا عن البيزك اناتومي ونوت جو انتو ماتش ديتيلز، وبعدين هنكلم حضراتكم عن الميكانيزم بتاع السكار ريليتد فنتريكولار تاكيكارديا وهاو تو لوكالايز سكار ريليتد في تي فروم ذا سيرفيس الكتروكارديوجرام، وبعد كده هيجي الجزء الاساسي اللي هو هاو تو ماب اند ابليت بوست ام اي فنتريكولار تاكيكارديا اند واتس ذا اوت كم اوف ايتش موداليتي. فاول حاجه هي الاناتومي، وحضراتكم عارفين طبعا ان احنا we have the right ventricle and the left ventricle. When we talk about scar related ventricular tachycardia, mostly the chamber of interest because of virtue of the ischemic heart disease. طيب فالobjectives هو ان احنا بسرعه نكلمكم على البيزك اناتومي اللي مهم للالكتروفيسيولوجيست الخاص بالسكار ريليتد في تي ابليشن، وتاني اوبجكتيف ان احنا نتكلم على الميكانيزم بتاع السكار ريليتد في تي، تالت اوبجكتيف ان احنا نتكلم هاو تو لوكالايز في تي فروم ذا سيرفيس الكتروكارديوجرام ان اسكار ريليتد سبستريت، واخيرا اهم جزء اللي احنا اتفقنا عليه ده اللي هو هاو تو ماب اند ابليت سكار ريليتد فنتريكولار تاكيكارديا. When we talk about scar related VT, the chamber of interest الاساسي اللي احنا بنتكلم عليه هو left ventricle، وده لان scar related VT اشهر سبب ليها هو ischemic heart disease، وعشان ischemic heart disease هو اللي highest prevalence فالchamber of interest الاساسية هي left ventricle. To a lesser extent is the right ventricle في بعض السبستريتس المحدودة اللي هنقابلها في البراكتس بتاعنا، تحديدا في حالات الاريزموجينيك رايت فنتريكولار كارديوميوباثي وحالات البوست فالوت ريبير، دول اكتر سبستريت على الرايت سايد ممكن يقابلوها. طيب ايه المهم؟ المهم هو الفلوروسكوبيك اناتومي. ضروري نعرف ان احنا واحنا بنبص في الانتروبوستيريور فيو، الانتروبوستيريور فيو الشيمبر الاساسي اللي بيواجهنا اول تشيمبر هو الرايت فنتريكل، كل الاريا دي would be made by the right ventricle and in a normal heart only the apex of the cardiac shadow is made by the left ventricle. الفيو الثاني المهم هو الـ REO view. الـ REO view يخليك تبص بديتيلز أكتر على الـ right ventricle، ويقدر يوري لك الـ AV groove عن طريق relatively radiolucent shadow ما بين الـ right atrium والـ right ventricle. تالت فيو بنستخدمه كتير واللي انا الحقيقه بلاقيه يعني particularly useful هو ال LAO view. ال LAO view عايزين نتخيله ان احنا بنبص على all eyes، عينين all او بومه، والعينين دول بيعملهم الرايت AV valve tricuspid valve والليفت AV valve اللي هو الميترال valve، وقدام الفالفز دي يقع الرايت فنتريكل والليفت فنتريكل. طبعا الرايت فنتريكل بيبقى انتيريور ريليكيتد، يعني لو تخيلنا ان الاسترنم انتيريور هنا، فالاول اي فيو ده اللي هو الالي او فيو
قدام الفالفز دي في اللفت فنتريكل، وده بيبقى posteriorly located overlying or close to the vertebral column، و anteriorly located بيبقى الرايت فنتريكل. ليه الفيو ده particularly important في حالات السكار ريليتد فنتريكولار تاكيكارديا؟ لان احنا كتير قوي نعوز نروح لللاترال وول بتاع اللفت فنتريكل، وده بيبقى باين قوي في الفيو ده عن طريق ان احنا نورينت القسطره تو ذا بوستيريور سايد ناحيه الفيرتيبرال كولوم، او ان احنا احيانا في بعض المرضى نعوز نروح تووردز ذا سبتم، وبالتالي نعوز نبقى دايركتد ا ليتل بيت انتيريورلي تووردز ذا رايت فنتريكل فروم ذا ليفت سايد. طيب شوية سلايدز بسيطة عن الرايت فنتريكل. الرايت فنتريكل وده اللي هنصادفه في حالات محدودة اللي هو اتفقنا عليها، اللي هما البوست فالوت ريبير والاي ار في سي. الرايت فنتريكل هو انفلو تراكت، والانفلو تراكت ده بيستقبل البلاد من الترايكاسبيد فالف، واوت فلو تراكت اللي منه البلاد بيروح لللانجز عن طريق البلمونري ارتري. مهم ان احنا نعرف ان السايت اوف افكشن في الاندوكل كارديام بتاع الرايت فنتريكل في حالات الاريثموجينيك بيبقى في الترينجل ذات وي كول ترينجل اوف ديسبلازيا، والترينجل ده بيبقى معمول من البيز بتاع الانفلو اللي هو حوالين الترايكاسبيد فالف، ومعمول من الايبكس اوف ذا رايت فنتريكل، ومعمول من الاوت فلو تراك. الثلاث نقط دول هم اللي بيبقى فيهم الاندوكارديال انفولفمنت ان كيسز اوف اي ار بي سي، نيملي ترينجل اوف ديسبلازيا. ايه مهم نعرفه تاني في الاناتومي في الرايت فنتريكل when we do mapping and ablation؟ ان الايبكس اوف ذا رايت فنتريكل از ذا thinnest بارت اوف بوث فنتريكلز. طبعا احنا عارفين ان الثيكنس تقريبا بتاع اللفت فنتريكل ثلاث اضعاف الرايت فنتريكل، وان الاريا فولنربل فور بيرفوريشن بينج ذا thinnest هي الفري وول بتاع الرايت فنتريكل. الجزء بقى اللي most vulnerable هو الapex بتاعت الرايت فنتريكل، ده اللي فيه الثينست مايوكارديوم. فعشان كده ضروري جدا نبقى كوشس في الحته دي if we are poking with our catheter. السلايد دي بتوري ال nature of the right ventricle. The right ventricle by nature is heavily trabeculated عكس left ventricle. The left ventricular endocardium is rather smooth from the inside. والترابيكيليشن دي بتبقى sometimes prominent enough انها تعمل band. الباند دي بتعدي close to the apex of the right ventricle ما بين السبتم للfree wall، وكلنا عارفين المودريتور band. المودريتور band الاكستنشن بتاعها على ال RV septum يتسمى septo marginal trabeculi. المودريتور band is particularly important in certain types of PVCs and idiopathic VT rather than scar related ventricular tachycardias. يعني في انواع مخصوصه من الventricular tachycardias والPVCs اللي تبقى originating من المودريتور band، وعشان المودريتور band دي بتبقى rich in Hyperkinji fibers فاحيانا كتير تبقى مسؤوله عن early coupled PVCs. والearly coupled PVCs دي طبعا is a dangerous entity that might lead to ventricular fibrillation and polymorphic ventricular tachycardia. Hence the importance of the moderator band. طيب left ventricle بقى على العكس is less trabeculated، وحتى الترابيكيليشن اللي فيه is rather smooth، وهو زيه زي الرايت فنتريكل من حيث ان ليه انفلو، وده اللي بيؤدي من الميترال فالف للمين تشامبر اوف ذا مين كافيتي اوف ذا ليفت فنتريكل، وليه اوت فلو تراكت، وده اللي بيودي من
الكافيتي اوف ذا ليفت فنتركل للاورتا اكروس ذا اورتيك فالف. طبعا احنا برضو عارفين ان there are two main papillary muscles في الليفت فنتركل، الانترولاترال بابيلاري ماسل والبوستروميديال بابيلاري ماسل، ودول منهم كوردة تندني attached to the tips of the mitral valve regulating its function. Again, the papillary muscles are important entity، بس احنا مش بصدد الكلام عليهم النهاردة لانهم متهمين في انواع من الـ idiopathic PVCs and ventricular tachycardias rather than scar related VT. اضعف حته في الـ في الليفت فنتريكل ما زالت هي الايبكس اوف ذا ليفت فنتريكل، ده لا يقارن طبعا بالرايت فنتريكل. وعشان كده عشان الليفت فنتريكل از ريليتيفلي ثيكر، الريسك اوف بيرفوريتنج يوزنج ا كاثيتر از نيجليجبل، تحديدا في العيانين كمان اللي عندهم سكارينج، لان السكار بتدي تنسايل سترينث للتيشو اكتر، ناهيك عن كون العيان ده بوست كابج ماسك. الاونلي بوزيشن اللي ممكن يريسك بيرفوريشن في الليفت فنتريكولار ايبكس هو ان حضرتك تكون مستخدم ديفلكتبل شيس، اللي هو ان حضرتك تكون مستخدم ديفلكتبل شيس اللي هو اشهر انواعه الاجيلس شيس، وتكون داخل بقسطره من الميترال فالف، فده obviously بيديك very good anchoring point، وتكون heavily pushing على catheter directed towards the apex. ده situation اللي انت لازم تاخد بالك منه لو نويت تعمله. طيب اخر حاجة in terms of the anatomy هو البريكارديال سبيس، والبريكارديال سبيس مهم لاني ال substrates in which we use epicardial puncture and epicardial puncture and epicardial ablation is growing. بمعنى ان combined endo and epi ablation is now gaining popularity في المرضى حتى اللي عندهم ischemic heart disease، وفي كلام على ان ده مش necessarily يبقى at a second procedure، لا ده كمان ممكن يتعمل from the get go. فعشان كده البريكارديال سبيس مهم. البريكارديال سبيس هو thin potential space containing few amounts of fluids ما بين two layers, a layer of visceral pericardium بتغطي الهارت، و a layer of serous pericardium lining the fibrous pericardium. من الاناتومي احنا عارفين ان السبيس ده في two main sinuses, a transverse sinus، والsinus ده بيبقى ما بين ال great vessels، و an oblique sinus، وده بيبقى basically in the back of the heart. ليه مهم ان احنا نعرف البريكارديال سبيس؟ ايه الابلايد اناتومي بتاعه؟ ده طبعا مريض كنا عاملين له ابيكارديال مابينج، فحضراتكم شايفين ان احنا داخلين اهو للبريكارديوم، وضروري ان القسطره دي، فده مريض دخلنا فيه البريكارديال ساك، والقسطره دي ما ينفعش تكون في اي حته تانيه غير البريكارديال ساك، لان زي ما حضراتكم شايفين انها It's crossing spaces around the heart. يعني مفيش شيمبر هينفع تدخل للشيمبر التانية وتعمل قسطرة بالمنظر ده إلا لو كنا في البريكارديال سبيس. إيه اللي ناخد بالنا منه وإحنا في البريكارديال سبيس؟ حاجتين أساسيتين. أول حاجة الكورونريز، لأن هو ده المكان اللي فيه الكورونري أرتريز. صحيح هي surrounded ببريكارديال باد أوف فات، ولكن ما هياش إميون if you ablate very close to the coronaries. وعشان كده احيانا كتير if we are suspecting that we are close to the coronaries we shoot the coronaries before ablating in a certain places in the pericardium. ايه تاني الاستراكشر اللي الواحد ياخد باله منه وهو بيماب ويابليت في البريكارديوم؟ هو الليفت فرينيك نيرف. الليفت فرينيك نيرف is located epicardially
crossing anterior أو anterolateral أو أحياناً posterolateral to the left ventricle. وده معناه إن أنت if you have a lateral substrate that you want to ablate, you might injure the left phrenic nerve. There are some tips and tricks to get rid of the phrenic. طبعا وارد ان انت تجرب تبيس عشان تشوف انت بتكابتشر الفرينك ولا لا. انما if worse come to worse and your catheter is found to be close to the phrenic nerve, احيانا you introduce a balloon and then you inflate the balloon and this balloon would take the phrenic nerve away from the ablation site. You do your ablation and then you deflate the balloon and withdraw it back. طبعا ده مش commonly I guess used in our practice تحديدا لان عدد الحالات ما زالت قليل اللي بتعمل لها epicardial في مصر. و I don't think to my knowledge that this balloon is particularly available in our country, but it has been used in high volume centers. فده بالنسبة للاناتومي. الحقيقة ده انا شايفه اهم سلايد في الجزء بتاع الاناتومي ده. السلايد ده دوره انه يفكرك بالسايت اوف ذا سكار في الديفرنت سبستريتس اللي حضرتك بتصادفها في البراكتس. وطبعا اشهرهم الاسكيميك سبستريت. فالاسكيميك سبستريت قد يكون السكار ترانسميورال بس ديفنتلي قد يكون كمان سب اندوكارديال في الكيسز with no a history of transmural damage, the ST elevation أو كذا. فكلنا عارفين إن السب إندوكارديوم هو أكتر أريا تعاني من reduced blood supply, فعشان كده هي اللي تتأثر الأول. قد يكون damage extensive ويبقى transmural, إنما في الإسكيميك هارت ديزيز ضروري يبدأ سب إندوكارديوم. طيب وده ليه implication على management ازاي؟ ما هو انت لو عارف مسبقا ان المريض بتاعك السبستريت بتاعه سب اندوكارديال وهي هاز ا هيلثي ميد مايوكارديال اند سب ابيكارديال تيشو, تقدر تستارت اوف وذ ان ايزوليتد اندوكارديال ابليشن بروسيدور. في حين ان في كلام ان ممكن نبتدي في المرضى اللي عندهم ترانسميورال انفاركت بان احنا نعمل كومبايند اندوكارديال از ويل از ابيكارديال ابليشن. ده يتعرف ازاي ويتشاف ازاي؟ احسن طريقه طبعا هو الكاردياك ام ار اي. طيب النون اسكيميك, النون اسكيميك بقى سبيكترم كبير. اشهر نوعين من النون اسكيميك كارديومايوباثي بنقابلهم هما ال dilated cardiomyopathy وال post myocarditis heart failure أو DCM. والنوعين دول قد يؤدوا إلى واحد من ال two patterns دول. إيه ال two patterns دول؟ mid myocardial involvement في ال anterior wall وال septum. قد يحدث في ال DCM وقد يحدث في ال post myocarditis. أو الباترن تاني في العيانين دول بيبقى posterolateral involvement في الوول بتاع اللفت فنتريكل ميد مايوكارديال وأحيانا كمان سب اندوكارديال. فدول أشهر تو باترنز في العيانين اللي عندهم نون اسكيميك كارديومايوباثي, لأن دول أشهر تو سبستريت في الانتيتي دي, الدي سي ام والبوست مايوكاردايتس. يا يجي لك بانتروسبتال سكار يا يجي لك ببوسترولاترال سكار. طيب in terms of يعني for the sake of discussion, لو تحبوا حضراتكم تكتبوا لنا على الشات ايه راي حضرتك, whose patient has better prognosis, العيان اللي يجي له انتروسبتال سكار ده ولا العيان اللي يجي له بوسترولاترال سكار؟ لو تحبوا تكتبوا لنا كده وعبال ما نقول للانواع الباقيه. الانواع الباقيه انواع بنشوفها 100% اقل. قد يجي لك عيان عنده هايبرتروفيك كارديومايوباثي وتلاقوا عنده ايزوليتد سمول اريا اوف ميد مايوكارديال فايبروزس. قد يجي لك عيان عنده ساركويدوزس وعنده ايزوليتد باتش اوف سب اندوكارديال فايبروزس.
الابيكارديال سبستريتس بقى تحصل في العينين اللي عندهم ساركويد، تحصل في العينين اللي عندهم مايكارديتس برضو زي ما قلنا. اشهر ديزيز يعمل سب ابيكارديال فايبروزيس هو الشاجز ديزيز، تو ذا اكستنت ان طبعا انتوا حضراتكم عارفين الشاجز ديزيز ده كوزد باي بارازايت تروبانزوما كروزي، وهو اندمك في امريكا اللاتينيه. ومن كتر ما هو اندمك في امريكا اللاتينيه، اول ما انوصف المابينج اوف ذا ابيكارديوم عن طريق بريكارديال بانكشر كان ادواردو سوسا، وده من البرازيل. فالشاجز ديزيز ده هو باي فار اشهر سب ابيكارديال سبستريت ممكن تقابله. طبعا ما نشوفوش عندنا لان المرض مش انديميك عندنا، انما وورلد وايد بيتشاف. نوع الفايبروزيس اللي يجي جلوبال سب اندوكارديال كده، اشهر حاجه تعمله هو الاميلويد. الساركويد احيانا يعمل باتش اوف ترانس ميورال فايبروزيس راذر ذان ا سمول باتش اوف سب اندوكارديال فايبروزيس. نفس الحكايه الساركويد من الحاجات اللي احيانا تعمل رايت فنتريكولر involvement as part of the as an extension for the left ventricular involvement as well. ايه اللي احنا محتاجين نفتكرهم كويس من الباترنز دي؟ محتاجين نفتكر ونعرف ان هو بيؤدي الى transmural او subendocardial infarction fibrosis، ومحتاجين نفتكر الدي سي ام والبوست مايوكارديتس، لان دول اللي بيجوا بتاني اشهر برزنتيشن اللي هو الانتروسبتال سكارينج والبوسترو لاترال سكارينج. الزملاء بتقول ان الانتروسبتال از ورس بوسترو لاترال از بيتر، فا اي ثينك يعني ذير از ان اجريمنت ان صحيح الانتروسبتال ده كاريز ذا ورست بروجنوزس. واي جيس ان احد اسباب كده ان this area is not easily targeted with ablation، لان لو حضراتكم تتصوروا الاريا الميد مايوكارديال دي هنجيلها منين؟ لا ليفت فنتريكل نافع ولا رايت فنتريكل نافع، لانها ديب سكارينج وديب سيركت، وطبعا ما ينفعش الابيكارديوم لان الحته دي ما بين الرايت فنتريكل والليفت فنتريكل، فما هياش اكسسبل للبيكارديوم. عشان كده البوسترو لاترال سبستريت البروجنوزس بتاعهم جنرال سبيكينج احسن. ويجوز الموضوع بس مش واقف عشان الافيلابيلتي بتاعت ابليشن ابروتش، انما هو اتس ويل نون ان السبستريت الانتروسبتال ده كاريز ورس بروجنوزس. طيب رحنا السؤال لو سمحت. اتفضلي يا فندم، مين معايا؟ انا امل. أنا دكتور أمل، أهلا بحضرتك. هل برضو الموضوع إن هو يبقى worst prognosis له علاقة بالابليشن، المكان نفسه قربه من الكوندكشن سيستم اللي ممكن يأثر عليه، ولا دي ملهاش علاقة؟ مجرد بس الصعوبة اللي بتقوله. لا دي نقطة مهمة جدا. أنا أظن إنه مش علشان قربه من الهيسبركينجي سيستم يخليه يعني تقصدي الابليشن مور ريسكي، لا أظن ان الانفولفمنت بتاع الهيسبركينجي سيستم في حد ذاته وحدوث اي بلوك، لا اقصد كده برضو. اظن ده 100% ليه دور، لانه ممكن يكون ليه كمان علاقه بالديفلوبمنت اوف باندل برانش بلوك، وبالتالي وورسنينج اوف ذا مايوكارديال فانكشن. فا ات ميك سنس ان ده يكون ليه دور 100%. تمام شكرا. طيب يعني نقدر نقول ان احنا كنا بنسخن وبنتعرف على الموضوع كده من بره. خلينا بقى نخش في الكلام المهم. هو السكار ريليتد في تي دي بتحصل ليه؟ الواحد يتصور ان لو احنا عندنا هوموجينس توتالي هوموجينس سكار ما كانش فيه اي مشكله خالص، بمعنى ان كان اللي هيحصل ان الامبلسز will stop at the scar border،
because the scar is not excitable and will not result in re-entry. إنما المشكلة إن السيناريو ده غير وارد في الريل لايف. اللي بيحصل في الريل لايف إن among the area of dense scarring اللي هي الفايبرس تيشو توتال there are cervical rapid spread of electric impulse that happen in a normal myocardium. صوت اتقطع لما حضرتك وصلت للدنس اريا. اوكي طيب هو انا طيب كونتراري للدنس مايوكارديوم ده اللي هو ما بيحصلش في الريل لايف احنا عندنا سيرفايفنج مايوسايتس ما بين الارياز اوف فايبرس تيشوز. السيرفايفنج مايوسايتس دي هي المشكله هي القضيه ليه؟ لانها بتعمل تراك للامبلسز الامبلسز فيه تقدر تجنريت الموديل اوفري انترنت سيركل وخلينا نشوف ازاي. Contrary to the smooth spread of electric impulse in normal healthy myocardium that leads to sharp smooth signals, if you have a surviving myocyte within an area of the dense scar, ده يؤدي إلى serpiginous movement of the electric impulse لأنها تواجه obstacles, areas of fibrous tissue فتقدر تشق طريقها في بعض الطرق ولا تستطيع في الطرق الأخرى. ده يؤدي إلى إيه؟ ده يؤدي إلى إن السيجنال تبقى fractionated وcomplex زي كده. طيب لو احنا عندنا pacing in a smooth myocardium the impulse will spread directly. لو انت عندك bridges و areas of conduction block ايه اللي هيحصل؟ ال impulse هتgo through a serpiginous route. ال serpiginous route ده يؤدي الى وجود fractionated signals ويعمل ال substrate for re-entry. ليه يعمل ال substrate for re-entry؟ لانه هيحقق البريكويزيتس بتاعتها. البريكويزيتس بتاعت الري انتري ان انت يبقى عندك اريا اوف يوني دايركشنال بلوك يعني الامبلس مش هتمشي في لم وفي اللمب الثاني هتمشي سلولي. باي ذا تايم ذا اوريجينال لمب ريكفر ريفراكتورنس تكون السلو امبلس وصلت له وبالتالي تقدر تعمل الري انترنت سيركت. فتخيل بقى لو انت عندك هيتيروجينس اريا اوف انترمينجلينج فايبروسايتس اند سيرفايفنج مايوسايتس ده البيرفكت مليو اللي فيه الامبلس تلاقي الكرايتيريا بتاعت الري انترنت سيركت دي فتقدر تلاقي يوني دايركشنال بلوك وتقدر تلاقي اريا اوف سلو كوندكشن وتقدر تلاقي a surrounding non-excitable core حواليه تقدر تلف. فتقوم ال surviving myocytes دي اللي حضراتكم شايفينها flashy red دي تعدي فيها ال impulses وتعمل لك ال re-entrant هو ده ال hallmark بتاع ال scar related ventricular tachycardia اللي سببها ال surviving myocytes and it does not or should not happen in area of dense scarring but this does not happen in real life. عمرك ما هتلاقي عيان totally عنده an area of dense scar. قد يكون الdense scar ده بالcriteria اللي احنا بنشخص بيها dense scar قد يكون شكله كده ولكن انت عارف ان 100% في surviving myocytes جوه الdense scar دي ولما تحط أسطرتك جايز تلاقي area of fractionated potentials أو late potentials اللي هي incriminated in scar related VT. طيب ال ECG localization في ال scar related ventricular tachycardia يا جماعة دوره أقل كتير من ال ventricular tachycardia in a normal heart والإجابة سهلة. ليه الكلام ده؟ لأني ال normal heart each area has a fingerprint لأن ببساطة ده healthy myocardium فالimpulse spread rapidly
وكل اريا ليها باترن وما هياش ديستورتد باي اباثولوجيكال سكار. فعشان كده الدور بتاع الاي سي جي لوكاليزيشن في السكار ريليتد في تي هو دور راوند، بمعنى انه بمعنى انه رف، ما هوش بريسايز، ما تقدرش عن طريقه تقول 100% I am dealing with a VT coming from segment 16 in the bull's eye model. ما تقدرش تقول كده، انما تقدر تقول roughly ده طالع منين، والرف ده ما يحتاجش غير general rules، قواعد عامة تقدر بيها تريجونالايز هو السكار ريليتد في تي دي جاي منين، ايه الليميتنج فاكتورز، السكار، الشيب اوف ذا هارت ذات كود بي ديستربتد باي ان انيوريزم، الانتجريتي اوف ذا هيسبركينجي سيستم. زي ما كنا بنقول احيانا بعض السكارز تؤثر على الهيسبركينجي سيستم فتؤدي الى شكل مختلف للالكتروكارديوجرام، تبقى طالعه من مكان وتديك فولس appearance of a nearby place. okay. فكل اللي احنا محتاجينه ان احنا نعرف الجنرال رولز اللي هتقول لنا هو تقريبا ده جاي من انهي شيمبر وتقريبا من انهي وول في الشيمبر دي وتقريبا ناحيه البيز اوف ذا هارت ولا ناحيه الايبكس اوف ذا هارت. انما we cannot precisely say this is coming from the right coronary cusp or this is coming from the commissure between the right cusp and the left cusp. ده منطقة very precise، ده ما ينفعش يتعمل في السكار ريليتد فنتريكولار كاست. طيب ايه الجنرال رولز؟ البندل برانش بلوك، البندل برانش بلوك بتقول لنا هو طالع من الرايت فنتريكل ولا الليفت فنتريكل، دي معلومة انتوا عارفينها كلكم. لو طالع من الفري وول بتاع الرايت فنتريكل ضروري V1 تبقى left bundleoid لأنها الالكتريك activation is going away from V1، في حين إن لو الإمبلس طالعة من الفري وول بتاع left ventricle هيبقى V1 is drawing a right bundleoid configuration لأن الإمبلس راح towards V1. الجزء المهم قوي بقى اللي نعرفه في السكار اللي لازم نعرفه في السكار related VT ان السبتم يا جماعه زيه زي الفري وول اوف ذا رايت فنتريكل. لما تطلع امبلسز من السبتم في سكار ريليتد في تي البالك اوف ذا فنتريكل از اكتيفيتد اواي فروم في 1 كده غالبا السبتال اوريجين اوف فنتريكولار تاكيكاردياز يؤدي الى ليفت بانديلويد كونفيجريشن في السيرفيس الكتروكارديوجرام with some exceptions، لان احنا متفقين ان السكار ريليتد في تي there is no role for precise localization just from the electrocardiogram. طيب فسبتم او فري وول رايت فنتريكل يبقى ليفت بانديلويد، فري وول ليفت فنتريكل رايت بانديلويد. ليه مهم السبتم؟ لان السبتم ده بيطلع منه سكار ريليتد في تيز في الاسكيميك كارديوماباثي كتير جدا، تمام، في حين ان الرايت فنتريكل دوره قليل في السكار ريليتد في تي باستثناء السيتويشنز المحدوده اي ار في سي بوست فالوت اكستنشن ان ا ساركويد بيشنت سيناريو محدود. طيب الدور الثاني دور البريكورديال كونكوردنس. تسال نفسك هو البريكورديوم ده بوزيتيف كونكوردنس ولا نيجاتيف كونكوردنس؟ طب ده هيقول لك ايه؟ ده هيقول لك هي الامبلس دي طالعه من البيز اوف ذا هارت حوالين الميترال انيولس مثلا ولا طالعه من الايبكس اوف ذا هارت؟ ازاي الكلام ده؟ والله لو طالعه من البيز يبقى الموست اوف ذا الكتريك فورسز از جوينج توردز ذا بريكورديال ليدز، في حين انها لو طالعه من الايبكس يبقى موست اوف ذا الكتريك فورسز are away from the precordial leads so it would draw a negative concordance. Positive concordance basal origin, negative concordance apical origin. وما بينهما mid segments is a variable degrees of transition. احيانا basal
mid segment activation يعمل لي positive deflection في lead 1 2 3 and then it becomes negative and so forth. كويس، بس ده general rule. طيب الاكسس، الاكسس اللي هو الفرونتال بلين اكسس، الفرونتال بلين اكسس هيقول لي هو انا طالع من الانتيريور وول فالامبلس نازله لتحت فبتاكتيفيت الليفت فنتريكل اللي تحتيها فتقوم يبقى الاكسس دايركتد انفيريورلي، صح؟ انفيريورلي دايركتد اكسس، يا اما نورمال اكسس يا اما رايت اكسس ديفيشن. ده لو انا طالع من الانتيريور وول. طب لو انا طالع من الانفيريور وول يبقى اكيد الامبلس بتاعتي سبلاينج بالك اوف فنتريكل ذات از اباف مي، فالامبلس جايه من تحت لفوق فالانفيريور ليدز نيجاتيف فالاكسس از سوبيريورلي دايركتد اكسس، يعني يا ليفت اكسس يا اكستريم اكسس. طيب عظيم جدا. اخر حاجه بنبص عليها ايه؟ الويدث بتاع الكيو ار اس كومبلكس. ليه ده مهم؟ لاني لو انت عندك فيري وايد كيو ار اس كومبلكس probably you're dealing with a free wall origin، في حين ان انت لو عندك sort of skinny QRS يعني 130 140 بالكثير 150 ملي سكند يبقى انت originating close to the septum. ليه؟ علشان ال involvement of the Hasper-Kinje system كل ما بتكون طالع septal كل ما بتكون involving Hasper-Kinje fibers اكتر، كل اما تبقى نروش لان الامبلس سبريد اسرع، في حين لو انت فري وول يبقى انت يور ديبندنج اون اون ذا سيل تو سيل مايوكارديال ترانسميشن والانفولفمنت بتاع الهيسبركينجي فايبرز اقل، فبالتالي الكيو ار اس از مور وايد اند مور بيزار شيب. دي جنرال رولز اللي حضرتك تستخدمها عشان تلوكالايز كار ريليتد في دي. بالمناسبة الرولز دي تابلاي على الاكسسوري باسويز وتابلاي على الاوريجن اوف اتريال تاكيكاردياز، هي في الاخر هي جنرال كونسبت. كويس؟ عظيم جدا. طيب نبتدي المحاضرة بقى. فقبل ما نبتدي المحاضرة هسألكم لو كان في أي أسئلة فيما مضى. ما فيش حاجة واضحة على الشات ويبدو ان ما فيش، حضراتكم مش بتوقفوني فانا هبروسيد. قبل ما هبروسيد هقول لحضراتكم بعد اذنكم حاجة. ممكن سؤال؟ اوكي اتفضل. هو بالنسبة لل الايديوباثيك في تي ولا البي في سي اللي خارجة من المودريتر باند، ايوه ازاي انا ببتعد من الكومبليكيشن اوف رايت باندل برانش بلوك؟ يعني ازاي ببتعد من الرايت باندل برانش اصلا؟ هو المودريتور باند از ا راذر ديستال ستراكشر، بمعنى ان اكيد اللي فيه مش هتبقى البروكسيمال رايت باندل، هي ممكن تكون التيرمينيشن اوف ذا رايت باندل او حتى كمان ديستال هيسبركينجي سيستم. ف اي دونت ثينك ان احنا ات ا هاي ريسك اوف بيرفورمينج ا رايت باندل برانش بلوك. يعني انا شفت المودريتور باند بي في سيز دي مرتين في حياتي، ما اظنش ان في المرتين عملنا رايت باند. والاهم من كده ان وات اف وي كوز رايت باند، اتس نوت ا بيج ديل رايت. يعني مرضى كتير بنخبط لهم الرايت باند سواء ميكانيكلي وتقعد ايام او اسابيع، او نكون بنكوي انتروسبتال او ميدسبتال وبعدين تيجي على ان احنا نفكت الرايت باندل ومبقاش قلقانين، بالعكس بنبقى مبسوطين ان احنا we did not cause more proximal damage. فاي دونت ثينك ان ذير از ا ريسك اوف ابليتنج ذا رايت باندل، اند اي دونت ثينك ذير از ا كونسيرن اباوت ابليتنج ذا رايت باندل وين يو ار ابليتنج ا مودريتور باند بي في سي. شكرا جزيلا لحضرتك. العفو. طيب فهنتكلم بقى على كاستر بيزد مابينج اند ابليشن تكنيكس. كويس. الموديل اللي احنا هنشرحه ده يا جماعه معتمد على موديل وصفه خواجه مهم في الفيلد اوف فنتريكولار تاكيكارديا
اسمه ويليام ستيفنسون او بيل ستيفنسون، واول ما نشره نشره في السيركيوليشن سنه 93، فدي حاجه قديمه. وهو يعني تقدر بالطب تسميه الفيجر اوف 8 موديل، والامريكان كانوا دايما يميلوا ان هم يسموه الهامبرجر موديل اوف بيل ستيفنسون، سنس ان الامريكان لايكس هامبرجر. ايه الموديل ده بيقول ايه؟ الموديل ده بيقول ان جوه السكار في شانلز اتفقنا عليها وعارفينها، اللي هي معموله من السيرفايفنج مايوسايتس دي، عشان الفي تي دي تحصل لازم يكون في اريا اوف سلو كوندكشن، ومفيش اريا اوف سلو كوندكشن احسن من سيرفايفنج مايوسايت جوه سكار، صح؟ طول ما الامبلس ماشيه جوه سكار هي مش هتعمل بوتنشال تبقى ريكوردد على السيرفيس الكتروكارديوجرام، يعني هيبقى ده كونسيستنت مع الكتريكال دايستري، يعني مفيش حاجه الكتريكال بتحصل، احنا بين الكيو ار اسس، كويس؟ اول ما الامبلس تبتدي تطلع من السكار وتاكتيفيت هيلثي مايوكارديوم يبتدي يحصل الكيو ار اس كومبلكس ويبتدي يحصل الالكتريكال سيستم، كويس؟ وبعدين تلف الامبلس دي في اوتر لوب بره السكار، عشان كده سموه اوتر لوب، كويس؟ وبعدين ترجع تخش السكار تاني وتمشي في الاريا اوف سلو كوندكشن وتعمل الفنتريكولار تاكيكارد. خلصت كده الفنتريكولار تاكيكارد يا سيركت اتعملت، مش كده؟ العبقريه بقى في وصف الموديل ده ان هو قرب قوي من الحقيقه، ان مش هي دي الحقيقه، الحقيقه ان كمان في انر لوبس. يعني ايه انر لوبس؟ يعني شانلز جوه السكار الامبلس بتلف فيها زي ما خرجت بره في الاوتر لوب وتمشي جوه السكار وترجع تاني في اللوب في اللوب المهم بتاع السكار وتلف. الجزء ده اللي هو الانر لوب ده ما هوش مهم للتاكيكارديا سيركت دي، يعني لو احنا كوناه مش هنأثر على التاكيكارديا سيركت، التاكيكارديا سيركت تقدر تكمل زي ما هي، صح؟ بس ده ادى الى ايه؟ ان التاكيكارديا دي بقت فيجر اوف 8، فيجر اوف 8 موديل، صح؟ ليها مين انترنس، مين انترنس الامبلس بتخشه في السكار يسموه انترنس، وليه كريتيكال ازمس. كريتيكال ازمس دي اللي هي الحته المهمه اللي معتمد عليها التاكيكارديا سيركت، اللي لو حضرتك كوتها التاكيكارديا هتقف. وبعدين ليها اكزت، يعني ايه؟ حته بتخرج فيها بره السكار تاكتيفيت هيلثي مايوكارديوم فتعمل كيو ار اس، خلاص. وفي انر لوب عن طريق شانل كمان ملهاش دور، بس الامبلس مضطره تمشي فيها، ما هي الامبلس ما بتختارش، ها؟ الامبلس هتاكتيفيت كل حاجه. طيب ايه تاني؟ شانلز يسموها باي ستاندرد او بلاند اليز، اللي هي ايه؟ اللي هي اللي انتوا الجيوب اللي حضراتكم شايفينها دي، الجيوب دي لا هي مهمه للسيركت ولا هي حتى انر لوب، لا دي باوتشز فيها تيشو سيرفايفنج بس حواليها areas of anatomical أو functional barriers، يعني fibrosis يا area of refractoriness. الخلاصة الامبلس هتخش فيها وتموت جواها، لو حطيت أسطرتك عليها هتسجل لك potential، بس البوتنشال دي ملهاش أي علاقة بالسيركت، ملهاش أي قيمة، ماشي؟ دورك أنت إيه بقى؟ دورك ان انت تدور في وسط الهي ستاك دي اللي هي انت شايف لقطه منها، صح؟ هي very very much more complex than that. There might be millions of this unit within the area of dense scar، صح؟ انت دورك ايه بقى؟ ان انت تدور على البوتنشال اللي هي جايه من الكريتيكال ازمس اللي عامل لك الفنتريكولار تاكيكارديا، خلاص؟ ففي خلال النص ساعة القادمة هنحاول مع بعض نبحث عن الكريتيكال ازمس ده
السيجنال اللي طالع منه علشان نعرف نكويه وبالتالي نوقف الفنتريكل التاكيكارديا. ماشي تمام. فمن بدايات اولا الطرق الجايه اللي انا هقولها دي هتتكلم على الماپينج اوف مابل في تيز. ايه المابل في تيز دي؟ هي في تيز انديوسبل، يعني بنعرف نجيبها صح. ما هو لو هي ما بتجيش مش هنعرف نشوفها ولا نعمل لها مابينج. وكمان سستيند، يعني مش بتيجي تقعد اربع خمس ضربات وتقف، لا دي بتطول. وكمان هيمودينميكال ستيبل، يعني العيان ضغطه اثناءها 110 70 170 وين بيرفيوزد، وانت ومش بيصوت ولا بيصرخ ولا بيقول لك انا مش قادر وعندي وجع فظيع في صدري، يجوز انت منيمه جنرال. المهم انه ضغطه ستيل واليورين اوتبوت بتاعه ريزنبل، فيقوم تقدر تديك الفنتريكولار تاكيكارديا دي فرصه ان انت تعمل لها ماكينج ابليشن. يمثلوا كام في الميه من الفنتريكولار تاكيكاردياز المابل في تيز دول؟ يمثلوا في الريل لايف حوالي 10%. يا دي نسبه قليله جدا جدا، لدرجه ان الثلاث حاجات المهمه اللي انا هكلمكم عليها دي، الاكتيفيشن مابينج والانترينمنت مابينج والاسيستنت بتاعهم اللي هو البيس مابينج، اصبح دورهم محدود جدا 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 في الريل لايف براكتس. ومعظم الناس توجهت الى another approach of mapping and ablation اسمه substrate based ablation، وده سببه ان ال unmappable VTs هم الماجوريتي. تمام. طيب فهنعمل لهم mapping ازاي دول بقى اللي هم ال mappable VTs دول اللي هم ال stable VTs؟ اول طريقه activation mapping. يعني ايه اكتيفيشن مابينج؟ اكتيفيشن مابينج يعني ان حضرتك تحط استارتك جوه السكار وتدور على الليك بوتنشلز المتهمه اثناء الفنتريكولار تاكيكارديا، وتحاول تعرف هي الليك بوتنشل دي مهمه للسيركت، يعني هي في كريتيكال ازمس ولا هي باي ستاندر ولا هي انر لو فمالهاش دور. طيب ده الموديل الهامبرجر بتاع بيل ستيفنسون، وبعدين دول ثلاثة سايتس جوه السكار، والثلاثة سايتس دول في الكريتيكال ازمس، واحد على اوله يسموه الانترنس، وواحد في نصه يسموه الكريتيكال ازمس بروبر، وواحد في اخره اللي هو الاكزيت. فين الكي ار اس كومبلكس؟ كي ار اس كومبلكس اهو. خلينا في اول اكزامبل اللي هو نمبر 1 ده اكزيت سايت. تفتكر لو حضرتك حطيت استارتك هنا على الاكزيت سايت بتاع اون جوينج سكار ريليتد في تي هتشوف ايه؟ هتشوف فار فيلد في، فار فيلد فنتريكولار الكتروجرام. جاي منين ده؟ الفار فيلد فنتريكولار الكتروجرام ده جاي من الميكارديا من اللي حواليا، ها من بعيد، وعشان كده فار فيلد. تلاقيه راوند، قد يكون كبير لان الفولتج بتاع الحته اللي حواليا كبيرة، انما الاكيد انه راوندد. فده فار فيلد فنتريكولار الكتروجرام مع كل كيو ار اس. انما هنشوف كمان ايه؟ هنشوف البوتنشال اللي حضراتكم شايفينه ده. ايه البوتنشال ده؟ هو البوتنشال النير فيلد الناتج من الاريا اوف سلو كوندكشن اللي موجوده في الحته دي. طب ليه البوتنشال ده بريسيستوليك كده؟ يعني ايه بريسيستوليك؟ يعني يا دوبك قبل الكي ار اس كومبلكس على طول، لان البوتنشال ده ريكوردد من الاكزيت، يعني خلاص اهو انا هطلع من السكار، انا هطلع اهو وهعمل الكي ار اس كومبلكس ده. فاي بوتنشال حضرتك تلاقيه في التلت الاخراني للدايستول وانت عارف ان هو في الكريتيكال ازمس، سيبك بقى من الباي ستاندرد والبلايند اليز احنا هنتكلم عليهم بعدين، انما لو انا في الكريتيكال ازمس وناحيه الاكزيت اللوكال بوتنشال بتاعتي هتبقى بريسيستوليك. طب لو انا ترحلت شويه فين؟ في الازمس بروبر، كريتيكال ازمس بروبر، هبقى فين؟
استريكتلي ميد دايستوليك. ليه؟ لان انا رجعت بالقسطره لورا، ففضل وقت عبل ما الكيو ار اس ده يحصل، فانا الامبلس بتاعتي تقريبا ما بين التو كيو ار اس في التلت اللي في النص ما بين الالكتريكال سيستول. طب لو انا رجعت بالقسطره لورا كمان ايه اللي هيحصل؟ لا ده انا هبقى ايرلي دايستوليك. ليه؟ لان انا لسه وقت كتير قوي 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 همشيه عبال ما اعمل الكيو ار اس كومبلكس. ده انا اصلا لسه الكيو ار اس كومبلكس اللي فات كان لسه خلصان اهو، صح؟ فلو انت dealing with an exit your potential will be in the pre-systole في التلت الاخير من الدايستول، من الالكتريكال دايستول. طب لو انت في الكريتيكال ازموس بروبر في النص، يعني انت هتبقى ميد دايستوليك في التلت اللي في النص في الالكتريكال دايستول. طب ولو انت قرب الانترنس، انت الامبلس بتاعتك هتبقى ايرلي دايستوليك او في التلت الاولاني من الالكتريكال دايستول، صح؟ ايرلي دايستول، ميد دايستول، بري سيستول، ماشي؟ طيب احنا لو كوينا اي واحده من دول هنقدر نترمينيت التاكيكارديا، ولكن لقوا ان الترمينيشن بتاع التاكيكاردياز ابليتنج ان ذا ازموس بروبر اند ان ذا اكزيت از مور ايزي، از ايزير. ليه ايزير؟ لاني لقوا ان دايما الانترنسز بتبقى وايدر، يعني تبقى في مساحه كده فانل شيب، فانل شيب، فتحتاج كي اكتر وفي مساحه اكبر عشان اترمينيت الفنتريكولار تاكيكارديز، في حين ان غالبا الازمات بروبر والاكزيت والارياز نارو ايش، ماشي؟ طيب تعال بقى نشوف الاوتكم لما استخدمنا طريقه الاكتيفيشن مابينج دي في ان احنا نابليت الفنتريكولار تاكيكارديا. دي داتا قديمه، خدتوا بالكم؟ الثمانينات، من ساعه ما كانوا بيعملوا المابينج والابليشن ده سيرجيكال، كانوا يخشوا مع الجراحين يفتحوا صدر العيان ويحطوا قسطره في الاندوكارديوم والابيكارديوم ويقعدوا يروفت اراوند عشان يعرفوا ايه الايرلي وايه الليت. 80s. فايه اللي حصل؟ 70% success rate using activation mapping، وبعدين الليل اللي بعديها 45%، وبعدين الليل اللي بعديها 12% in one publication. ايه رايكم في يعني الاكتيفيشن مابينج ده كويس 70% ولا وحش 12%؟ لو تكتبوا لنا برده في الشات نعرف رايكم. طيب لحد ما تقولوا لنا هنبروسيد. واضح ان على الاقل في داتا تقول ان الاكتيفيشن مابينج لوحده ده از نوت جود انف، صح؟ وفي وجهه نظري ان غالبا الايرلي بابليكيشنز دي كانت سببها بابليكيشن بايس، انما when other people tried the technique on it on their own the results and the outcome was dismal، صح؟ السؤال هو ليه the results are dismal using activation mapping alone؟ والاجابه هي البايستاندردز. المشكله يا جماعه ان الامبلس لما هتعدي وتخش في البايستاندرد ده هتعمل اكتيفيشن، واحيانا حضرتك لما تخش لما تحط قسطرتك على الباي ستاندر دي هتلاقي ميتا هيستوليك بوتنشال. الميتا هيستوليك بوتنشال دي التايمنج بتاعها ممكن يبقى اي حاجه، ممكن يبقى سيستوليك الكتريك في الالكتريكال سيستول اللي هو في الكيو ار اس كومبلكس، ده بالعكس ده معظمهم في الالكتريكال سيستول، صح؟ انما في شويه منهم برضو بيحصلوا في الالكتريكال دايستول، يعني شويه منهم هيميتيت الانترنت وشويه منهم هيبانوا زي ما يكونوا في الكريتيكال ازمت، وشويه تانيين هيبانوا زي ما يكونوا في الاكزت. وفي الواقع هم مش كده خالص، ده هم باي ستاندرد. عشان كده
هستأذنكم يا جماعه لو حد فتح المايك. ايوه شكرا كتر خيركم. فكنت بقول ايه، كنت بقول هيبانوا لك ان هم كريتيكال ازمس او انترنس او اكزيت، في واقع الامر هم مش كده خالص، ده هم باي ستاندردز بلايند الي بالصدفه دخلهم الالكتريك امبلس وعملوا اكتيفيشن لنفس التايمينج بتاع الكريتيكال ازمس، بس مفيش اكتر من كده. اكوي زي ما تكوي هنا بقى، ده ملوش اي تاثير صح. فعشان كده الاوتكم بيست على اكتيفيشن مابينج الون از نوت جود انف. وبعدين يجي بقى دور الانترينمنت مابينج. الانترينمنت مابينج هو ايه؟ هو هدفه انه يفرق لي ما بين البوتنشلز دي. انا مش عارف هو انتوا حضراتكم فقدتوا السكرين شير ولا مازال موجود؟ لا موجود دكتور احمد، موجود. طيب هو انا بيقول لي عندي هنا كونكتنج. لا هو كده ما بقاش موجود. هو كده طيب المفروض ان احنا هنرجع تاني within the next few minutes seconds I guess. هو لو في حد بيشير السكرين من على الاكاونت بتاعي، انا مش بعرض من الاكاونت بتاعي. هو كده هي بيعرض من الاكاونت بتاعي ظهر كده. دلوقتي موجوده تمام ماشي خلاص. وي ار باك ان بزنس ماشي. فكنت بقول لكم ايه، كنت بقول لكم ان الانترينمنت مابينج هو دوره ان احنا نعرف نفرق انواع السيجنالز دي من بعض ونسورت اوت مين مهم للسيركت فنكويه ومين مش مهم فما نكويهوش. السلايدز الجايه دي هي زي ما اتفقنا ما بقتش تستخدم كتير، لان معظم المابينج استراتيجيز دلوقتي is heading towards a substrate based ablation اللي احنا هنتكلم عنه later. ولكن السلايدز الجايه دي هي اكتر سلايدز ممكن تفهمك الكونسبت اوف انترينمنت، والكونسبت ده crucial for understanding electrophysiology in general. ف احنا بنقولها واحنا عارفين ان انتوا جايز ما تستخدموهاش، انما الكونسبت ده في منتهى الاهميه ولازم نعرفه كويس جدا ماشي. فالانترينمنت هدفه ايه؟ انه يفرق لي السيجنالز اللي بتحصل من باي ستاندردز فيرسس الانر لوب فيرسس الترو ازمس فيرسس الاوتر لوب، ان هو يسورت اوت ايتش كومبوننت اوف ذا ري انترنت سيركت. صح الكلام؟ عظيم جدا. طيب تعالوا بقى ايه نباك اوف 2 مينتس ونتكلم على الانترينمنت. يعني ايه انترينمنت؟ الانترينمنت يا جماعه في اللغه العربيه هو حاجه اسمها القطر. يعني ايه القطر؟ ان انت يكون عندك يعني مقطوره، يعني عربه، والعربه دي ماشيه على قضبان بسرعه معينه، وان حضرتك تتدخل وتابلاي فورس في حالتنا احنا، هي الفورس دي اللي نملك نعملها هي البيسنج، وتسرع القاطره دي للسبيد بتاعتك انت، ولما تسيبها القاطره دي تعود للسير بس بسرعتها العادية الطبيعية.
ده مفهوم القطر في اللغة العربية. أنا شايف إنه مفيد الحقيقة. فالإنترينمنت هو إيه؟ هو continuous advancement. الادفانسمنت في الانترينمنت يدوها كلمة شيك اسمها إيه؟ resetting. يعني أنا بقدم المعاد أو بديله توقيت مختلف. هي continuous resetting of a tachycardia by overdrive pace. يعني التاكيكارديا ماشية في حالها وأنا هخش أسرعها ولما هبطل أنا هي هترجع تمشي بسرعتها الطبيعية. خلاص؟ كويس. الريسيتنج هو إيه؟ هو واحد انترينمنت، هو أول بيت من الانترينمنت ترين، هو ضربة واحدة أنا هعملها هتسرع التاكيكارديا سيركت لمدة 1 سايكل وبعدين أنا هوقف. صح؟ Advancement in the timing of a tachycardia cycle as a result of premature stent. هو واحد بس. One beat of entrainment equal resetting. فدي الديفينيشنز. الديفينيشنز مهمة قوي ان الواحد يفهم. ماشي. طب تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل لما هنحاول نريسيت او يعني نعمل ايه انترينمنت بس سنجل بيت لتاكيكارديا سيركت. والله البيهيفير مختلف تماما بيزد على الميكانيزم بتاع التاكيكارديا. طب شوف الصوره اللي قدام حضرتك دي، دي شقين. الشق اللي على ايد حضرتك الشمال ده عيان عنده فوكال تاكيكارديا. يعني ايه فوكال تاكيكارديا؟ امبلس واحده فوكس بقره بتطلع ويف. الويف دي بتاكتيفيت الشيمبر اوف انترست اللي انا فيها، سواء كانت دي اتريوم دي فنتركل ما يهمنيش. وبعدين انت قررت تريسات التاكيكارديا دي. يعني ايه تريسات؟ يعني هتبيس الشيمبر اوف انترست دي اسرع منها. لو بيت واحده يبقى اسمها ريسيتنج، لو مور ذان 1 بيت يبقى اسمها ترايل اوف انترينمنت قطر. طب شوف ايه اللي هيحصل. والله لو انا في نفس سرعه التاكيكارديا انا هاكتيفيت شويه من الشيمبر اوف انترست والتاكيكارديا فوكس هتاكتيفيت شويه. صح؟ فانا اقدر افيوز مع التاكيكارديا، اقدر الحم معاها. يبقى الشيمبر اوف انترست اكتيفيتد باي ا بلند اوف بوث انا والتاكيكارديا فوكس. ماشي. طب الاحتمال الثاني ان انت تبقى اسرع بشكل كافي ان انت اوفررايد الفوكس دي خالص، ان انت تسكتها ويبقى حضرتك اللي ليك الابر هاند. يبقى في الحاله دي ايه اللي هيحصل؟ انا الشيمبر اوف انترست انا اللي هبقى سايقها، هبقى سايقها على السرعه بتاعتي. لو انا ببيس على 200 هتبقى هي 200، لو انا ببيس على 300 هتبقى هي 300. انما في الحاله دي مستحيل مستحيل يبقى الاكتيفيشن اوف ذا شيمبر اوف انترست بلند اوف بوث. لا يمكن. انت قدامك اختيار من اتنين، يا اما تبقى سرعتك بطيئه كفايه ان انت تبقى شويه وهي شويه وبالتالي تبقى الشيمبر اوف انترست بلند، المورفولوجي بتاع الاكتيفيشن بتاعها يبقى هايبريد، يا اما انت اللي يبقى ليك الابر هاند فتبقى اسرع منها والاكتيفيشن يبقى شكله شبهك انت بس ازرق بس، يا اما هي تبقى الاكتيفيشن هي اللي عاملاه وانت بطيء والشيمبر اوف انترست تبقى كلها بيربل. ها؟ انما يستحيل تسرع التاكيكارديا وتعمل فيوجن اللي هو الهايبريد اكتيفيشن ان ذا سيم تايم في الفوكال تاكيكارديا. مستحيل. حاجه من اتنين، يا هتفيوز معاها لو الريت بتاعك قربها، يا هتريساتت يعني هتسرعها بس هيبقى المورفولوجي كله انت مش هيبقى في فيوجن. انما ريساتنج وفيوجن مع بعض امبوسيبل في فوكال ايمينيشن. يعني بقره واحده بس. طب تعالى نفهم الري انترنت سيركت، يمكن ده يوضح الموضوع شويه. ايه الري انترنت سيركت؟
الريانترنت سيركت بتمشي في انر لوب اهي وبعدين تلف في اوتر لوب وبعدين تخش الاسكار وتطلع منه وهكذا صح؟ ماشي. ايه الفرق؟ الفرق ان التاكيكارديا دي ليها تو لمبس، ادي لمب اهو يسموه الانتي دروميك لمب، ودي لمب اهو تاني يسموه الاورثودروميك لمب، واحد خارج من الاسكار وواحد داخل الاسكار. فتعالى شوف بقى لو حضرتك قررت ان انت تانترين او تريست ايه اللي هيحصل؟ الفوكس بتاعتك دي هتخش مع الانتي جريد لمب، فتقوم مع الاورثودروميك لمب فتقوم تسرع التاكيكارديا، هي دخلت معاها وسرعتها صح؟ وفي نفس الوقت الفوكس بتاعتك هتفيوز مع الانتي دروميك لمب فتعمل هايبريد اكتيفيشن اوف ذا شيمبر اوف انترست. في الفوكس كانت بقره واحده، يا تسكت ويبقى انت اللي ليك الابر هاند، يا تفيوز معاها بس عمرك ما هتسرعها. البيوتي اوف مايكرو ري انتري ان انت تقدر تفيوز مع لمب وتسرع عن طريق اكسلريشن اوف ذا اذر لمب، فتقدر تفيوز وتقدر تريسيت يعني تاكسلريت ات ذا سيم تايم. If you accelerate and diffuse, you have to be re-enter. يعني إيه fusion؟ يعني chamber of interest تبقى الاكتيفيشن pattern بتاعها خليط من الاثنين، شوية من البيسنج بتاعك وشوية من التاكيكارديا سيركت. تمام. طيب ده كاركترستيك للفوكال امينيشن، انه دايما حتى يعني ده كاركترستيك للفوكال امينيشن. ايه الفوكال امينيشن؟ ان هو الامبلس اللي بتطلعه بتبقى يا دوبك بريسيستوريك، بدري حاجه بسيطه عن الكيو ار اس كومبلكس، ودي احنا شفناها اكيد مع دكتور جون في محاضره الايديوباثيك في تي، قلنا ان احنا بنجيب 30 تو 50 ملي سكند بريسيستوريك بوتنشن بوتنشال في الايديوباثيك في تي ونكوي، ورير قوي لما تلاقي بريسيستوريك بوتنشال اطول من كده. في حين ان في الماكرو ري انترنت سيركت بقى ده انت عندك زخم من السيجنالز صح؟ والسيجنالز دي قد تكون بريسيستوريك او تكون ميد دايستوليك او تكون ايرلي دايستوليك صح؟ احنا لو كنا لسه قايلينها في الاكتيفيشن ماك. انما السلايد دي يعني تقدر تقول انها يعني ايه؟ out of context. انا عايزك تركز قوي في الحته اللي فاتت دي بتاعت الريسيتنج والبيهيفير بتاعه في الفوكال ايمينيشن فوكال تاكيكارديا فيرسس الماكرو ري انتري، وانك تعرف ان الهول مارك بتاع الماكرو ري انتري انك تقدر تسرع التاكيكارديا يعني تعمل لها ريسيتنج او انترين سواء سنجل بيت او مالتيبل ترين، بلس ان انت تديمونستريت فيوجن. يعني ايه فيوجن؟ يعني الشيمبر اوف انترست هايبريد من الاثنين. كويس، تعال نشوف اكزامبلز. دكتور احمد بس استاذن حضرتك، المثال اللي فات البريسيستوليك بوتنشال هي نفسها الليت دايستوليك بوتنشال اللي كنا بنتكلم عليها من شويه؟ ايوه هي هي، بس هي يعني قصدي اقول ايه؟ قصدي اقول ان ده فوكال فيرسس ماكرو ري انتري، يعني الفوكال بيبان بريسيستوليك. مفيش احتماليه نادره جدا 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 ان انت تلاقي الاوريجن بتاع التاكيكارديا في فوكال في تي طالع ميد دايستوليك، يعني فيري رير. صحيح اتوصف ساعات انترفالز طويله زي 100 ملي سكند قبل الكيو ار اس وكذا وكذا، بس ده رير خلاص، فهي بتبقى بريسيستوليك. انما في السكار ريليتد في تي دايما في حاجه بتحصل في السيركت صح؟ سواء كان ده الكتريكال سيستول كيو ار اس كومبلكس يعني او الكتريكال دايستول جوه السكار بتحصل فيه حاجه، الامبلس ماشيه
ماشيه في انترنس فبتعمل بريسيستوليك بوتنشال، ماشيه في كريتيكال ازمس فبتعمل ميتاستوليك بوتنشال، ماشيه في اكزيت سوري ماشيه في اكزيت بتعمل بريسيستوليك، في كريتيكال ازمس بتعمل ميتاستوليك، في انترنس بتعمل ايرلي دايستوليك. ماشي تمام. هو بس انا الحته اللي كنت قريتها ومش فاهمها ان في فرق بين البريسيستوليك بوتنشال والليد دايستوليك، ان بيبقى في ايزو الكتريك لاين ما بين الكومبلكس نفسه على الاي جي ام او الماب والبوتنشال دي، لو في ايزو الكتريك فدي بعتبرها دايستوليك وببتدي اصنفها بقى هي ليد ولا ماب ولا ايرلي، لو ما فيش وهي لزق فيها يعني على طول تبقى دي بريسيستوليك. فانا الكونسبت ده اللي كنت ملخبطه فيه يعني مش فاهماها، مش فاهمه ايه الفرق او كده بصراحه. انا مش يعني انا عارفه، مش عارف اللي انت بتقوليه ده، انا فاهم اللي انت بتقوليه بس ما قريتوش، وفي نفس الوقت مش واثق من صحته، بمعنى اني طيب ما هو احيانا احنا بنشوف فوكال تاكيكاردياز بيبقى فيه ايزوليتد بوتنشال بنقول عليها ايه تايني ليتل ديتسل سابقه اللوكن وتكون هي الاوريجين، فكون هل في خط مسطره يفصل ما بين، لا لو في بيز لاين تبقى دي سكار ريليتد وماكرو ري انتري فيرسس انها تكون فوكال لو ما فيش بيز لاين، انا مش متاكد ان الخط ده موجود. لو دكتور جون معانا برضو يقول لنا الانبوت بتاعه. اوكي تمام. طيب اي ثينك اول بروسيد، يعني دي وجهه نظري في اجابه هذا السؤال يعني. اوكي ماشي شكرا لحضرتك. العفو. فتعالوا بقى نشوف الانترينمنت. في حد بيسالني؟ اوكي هكمل اي جزء. طيب تعالوا بقى نشوف لو نتج لو عملت محاوله لان انا اعمل ريسيتنج او انترينمنت للتاكيكارديا يعني من ديستانت سايت. يعني ايه ديستانت سايت؟ يعني سايت بره الاسكار خالص وما لهوش علاقه بالتاكيكارديا سيركت. تعالوا نشوف هينتج عنه ايه. ادي التاكيكارديا فري راننج يا جماعه، والتاكيكارديا سايكل لينس في الحاله دي كانت 400 ملي سكند. ماشي. وبعدين احنا قررنا نبيس، ولما قررنا نبيس غيرنا المورفولوجي بتاع كيو ار اس كومبلكس وسرعنا التاكيكارديا. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان البيسين بتاعك انقسم الى قسمين، قسم فيوزد مع الانتيدروميك ليمب اللي خارج من الاسكار، والقسم الثاني اكسلريتد التاكيكارديا عن طريق انه دخل في الانتي دروميك في الاورثودروميك ليم. فراح عامل ايه؟ اكسلريتنج التاكيكارديا وفيوزد فغير شكل الكيو ار اس كومبلكس. لما ده يحصل يا جماعه يسموه مانيفست فيوجن. يعني ايه مانيفست فيوجن؟ يعني شكله بان في الكيو ار اس كومبلكس. اه ده هو في فيوجن ما بيبانش في الكيو ار اس كومبلكس؟ اه تصدق فيه؟ لسه هنعرفه كمان شويه. طب سؤال مهم قوي بقى في يعني في العمق، هو الكيو ار اس كومبلكس ده فيوجن ولا مش فيوجن؟ لو عايزكم تحاولوا تجاوبوا على السؤال ده لو امكن يعني. في ريسبونسز اهي على الشات. فيوجن فيوجن فيوجن. طب معلش فيوجن عرفت منين ان هو فيوجن؟ استاذ احمد احنا ممكن نعرف المهم هو الفيوجن ده لو لازم في يكون هايبريد صح ولا لا؟ لازم يكون ميكس ما بين حاجتين، حاجه منهم انت شايفها اهو شكل كيو ار اس كومبلكس، انما الحاجه الثانيه انت مش شايفها. مش يمكن انت بتبيس بسرعه قوي ودي فوكال تاكيكارديا فهو ده شكل البيسنج بتاعك؟
ولا لا؟ اه 100% ده ممكن جدا يكون القصه كده. هتقول لي طب ايه بقى اللخبطه دي؟ علشان تقول ان في فيوجن 100% لازم تكون عارف شكل البيسنج من الحته اللي انت بتبيس فيها في نورمال ساينس ريزم عامل ازاي. ولما تلاقي ان ده ميكس ما بين شكل البيسنج بتاعك اللي انت عارفه مسبقا يمكن او وشكل الفي تي، تعرف ان انت ما بين الاثنين، غير كده ما تقدرش تحكم. طيب طب ده ايه المزنق ده بقى؟ طب ما انا مش كل سايت هبيس منه هبقى عارف شكل البيسنج. ما انت عندك حق 100%، بس انت لازم تكون فاهم الكونسبت. طب امال بنتغلب على الحكايه دي ازاي؟ اقول لك ازاي. بنعمل حاجه اسمها بروجريسيف فيوجن. يعني ايه بروجريسيف فيوجن؟ يعني بنبيس اسرع شويه فيقوم الشكل يقرب للبيسنج بتاعك، ولما تقلل الريت شويه يرجع للهايبريد، ولما تسرع قوي يبقى بيور بيسنج. ده البديل على انك تشوف شكل البيسنج في النورمال ريزم. حاجه من اتنين، يا تبقى عارف شكل البيسنج في النورمال ساينس ريزم كان، يا ديمونستريت بروجريسيف فيوجن. انما لما حد يجي يسالك سؤال مباشر كده، هو المنظر ده فيوجن؟ الله اعلم، ما اعرفش. جايز يكون هو ده شكل البيسنج بتاعي، ما انا ما اعرفش. انا عارف علشان انا عارف شكل البيسنج من الحته دي كان عامل ازاي بس. ماشي؟ فلو ما عرفتش تثبت مانيفست فيوجن، هتبقى حضرتك تعرف اكيد تثبت بروجريسيف فيوجن. هتبيس على سرعه اسرع فيبقى شكلك بيسنج اكتر، فلما ترجع للبيسنج المودريت يبقى هو ده فيوجن 100%، مش كده؟ ماشي. طيب خلاص هنعدي النقطه دي. طيب ايه الريسبونس بقى؟ وقفنا بيسنج اهو، لقينا ايه اللي حصل؟ لقينا الامبلس دخلت في التاكيكارديا، لفت لفه ورجعت لي تاني. نفس الكونسبت يا جماعه بتاع البوست بيسنج انترفال اللي كنا شرحناه في الاس بي تي، ابلاي هنا في الفنتريكولار تاكيكارديا. لو البوست بيسنج انترفال يا جماعه طويله طويله، يبقى ده معناه ان انا اكيد بعيد عن السيركت. ركبت لأن... الحمد لله، ما لسه مازال يحمل، مازال بيحمل، مازال ما كملش. ايوه والله هنستأذنكم يا جماعة. لو حد فتح المايك هستأذن حضراتكم، لو حد فتح المايك إن شاء الله. أما في مشكلة في اللواجات بتاع طيب خلاص. فلو أنت هتبيس من حتة بعيد، الإمبلس هتاخد وقت كتير عشان توصل للسيركت وتلف فيها لفة وترجع لك، فأكيد البيس بيسنج انترفال دي هتبقى طويلة قوي. ده التاكيكارديا سايكل لينس 400، البي بي أي 450، يبقى لما تطلع التي سي ال من البي بي اي يطلعوا 50 مللي سكند، ده نسبيا بعيد. خد بالك انا مش هشرح، مفيش وقت ان انا اشرح البي بي اي ماينس تي سي ال كونسبت، احنا اوريدي مراجعينه في السوبرا فنتريكولار تاكيكارديا. ماشي. طيب فلما تلاقي مانيفست فيوجن، يعني ما تلاقي نفسك مغير شكل الكيو ار اس كومبلكس والبوست بيسنج انترفال بتاعتك طويله، اعرف ان انت في حته بعيد، في ديستانت سايت. ابليشن هير از نو جود. طيب تعالى بقى نبيس من السيركت بس من الاوتر لوب، من الحته بتاعت الهيلثي مايوكارديوم اللي بتعدي فيها السيركت، بس من الاوتر لوب. ايه اللي هيحصل؟ انا ببيس هنا اهو، نص السيجنال هيروح يفيوز مع اللي خارج من السكار مع الانتي دروميك ليم فيعمل فيوجن، والنص الثاني هيأكسلريت التاكيكارديا سيركت عن طريق انه يمشي مع الاورثو دروميك ليم. ده هيبان ازاي؟ هتبان ان انت ادي فري راننج تاكيكارديا، انت بتبيس غيرت شكل الكي ار اس كومبلكس. ليه غيرت شكله؟ لان انا ببيس من الاوتر لوب، انا ببيس في هيلثي مايوكارديا، انا هعمل فيوجن بره السكار وهيبان لي، هيبقى اسمه مانيفست فيوجن.
طب وتفتكر البي بي اي هنا عامل ازاي؟ البي بي اي هنا زي التاكيكارديا سايكل لينس. ليه؟ لان انا ببسم السيركت، صحيح انا في اوتر لوب بس انا ما زلت في السيركت. فالبي بي اي ماينس التي سي ال ايكوال زيرو بيكوز اي ام ان ذا سيركت، بس انا عامل مانيفست فيوجن فانا في اوتر لوب. Is this ablation good؟ الاجابه لا، لسببين. اول لسبب واحد، اول حاجه انت ممكن تترمينيت التاكيكارديا على فكره، ده اوتر لوب، منطقي ان انت لو قعدت تكوي هنا انت ممكن تترمينيت التاكيكارديا على الاقل نظريا. انما المشكله ان ده صعب جدا، لان انت بتكوي في هيلثي مايوكارديوم ومحتاج اورز اوف ابليشن عشان تكوي الهيلثي مايوكارديوم. ف اوعى تعمل كده، انت يو ار تارجتنج ابليشن اوف ا تايني سبوت ويذين ذا سكار ذات ويل نوت ريكوير اكستنسيف ابليشن، ويل نوت امبير ذا اجكشن فراكشن اند افكت ذا هيلثي مايوكارديوم، اند ويل سكسسفولي ترمينيت ذا تاكيكارديا كويت ايزلي. فلما تلاقي مانيفست فيوجن حتى لو البي بي اي نورمال، اعرف ان انت في اوتر لوب، دي مش منطقة مناسبة للكائن. طيب تعال نشوف الكونترست. أنا بقى ببيس من جوه التاكيكارديا سيركت. ده أنا من جوه كريتيكال إزمس. إيه الريسبونس؟ تعال أنا أقول لك إيه الريسبونس. إمبلس منهم هتطلع تفيوز مع الأورثو مع الـ مع الأورثودرومي كلين. بس الفيوجن ده للاسف بيحصل جوه السكار، فانت هتسرع التاكيكارديا سيركت عن طريق الاذر ليم، ولكن الفيوجن ده مش هيبان لك، هتلاقي البيسنج بتاعك ايدنتيكال لشكل الفنتريكولار تاكيكارديا، فانت عارف ان انت عملت فيوجن والدليل ان انت سرعت التاكيكارديا. انما الفيوجن ده مش متشاف لانه بيحصل جوه السكار، لانك بتبيس من الكريتيكال ازمس. ده يؤدي الى ان الفيوجن ما يبقاش ظاهر، يبقى اسمه كونسيلد فيوجن. اهو اكسلريتد التاكيكارديا والسيرفس ما اتغيرش، والبوست بيسنج انترفال بتاعتي زي التاكيكارديا سايكل لينس بالظبط. تمام. انا شايف، عذرا على المقاطعه، انا شايف دكتور حسن. دكتور حسن ازي حضرتك يا فندم؟ از ات ا بيس ماب؟ لا، هو الحقيقه as long as ان احنا وي ار بيسنج ديورنج التاكيكارديا احنا مش هنسميه بيس ماب، احنا هنسميه انترينمنت ماب. لو انا ببيس النورمال ساينس ريذم ممكن ساعتها اسميه بيس مابينج، وهتيجي النكست تو سلايدز. دكتور حاتم بيقول ماي كويستشن از انسرد باي بي بي اي تشينج ان ذا كيو ار اس، كل دي كومنتس مانيفست فيوجن. اوكي، هاي متفقين خلاص. فده الريسبونس اللي حضرتك عايز تشوفه، انت عايز تشوف اكسلريشن للتاكيكارديا وبي بي اي ماتشنج التاكيكارديا سايكل لينس وكونسيلد فيوجن. هو ده المكان اللي انت تكوي فيه، هو ده الكريتيكال ازمز. عظيم جدا. طب بقى ايه؟ وات اف يو ار بيسنج فروم ا باي ستاندر؟ لطيف قوي الباي ستاندر ده، بيعمق الفكره. ايه اللي هيحصل في الباي ستاندر يا جماعه؟ اللي هيحصل في الباي ستاندر ان حضرتك هتبيس من هنا، صح؟ فهيقوم يحصل سبليتنج للسيجنال، الوان ليم هيفيوز، بس الفيوجن ده بيحصل جوه السكار مش كده ولا ايه؟ فيقوم يبقى شكله ايه؟ شكله كونسيلد فيوجن، ما هو مش باين، ده جوه السكار. انا باكسلريت بريسيت التاكيكارديا بس مفيش تشينج واضح في المورفولوجي. طب والليمب الثاني هيعمل ايه؟ هيكسلريت. كويس قوي.
طب what about the PPI؟ الـ PPI دي بقى هي اللي هتفرقهولك من الـ critical illness. ده الـ PPI لو انت بتبس من الـ critical illness انت بتبس ghost circuit، يبقى الـ PPI equal the tachycardia cycle length. انما لو انت بتبس من blind alley ده الامبلس هتطلع وتوصل للسيركت وتلف فيها لفة وبعدين تخش لك في البلايند الي تاني وتتسجل، ففي وقت اضافي الوقت ده بتاع الباك اند فورث موفمنت within of the electric impulse within the blind alley. فده يؤدي الى ان البي بي اي يبقى عامل ازاي، طويل اطول من التاكيكارديا سايكل لينث سيجنيفيكانت، على الرغم من انه عامل كونسيل ديفيوجن. ما هو كونسيل ديفيوجن سببه فيوجن جوه السكار، ما انا جوه السكار. طيب وعامل كمان اكسلريشن بالسيم، طبعا عامل اكسلريشن بالسيم مورفولوجي، هو ده كونسيل ديفيوجن. انما البي بي اي لونج، صح؟ تمام. هي لو كنا فهمنا الحته دي 50% this is good enough. خلينا بقى نطبق عشان نحاول نفهم. Entrainment trial. Entrainment during scar-related ventricular tachycardia. ادي ال right side of the screen ده موري ال free running ventricular tachycardia ليها مورفولوجي، احفظوه بعد اذنكم. وبعدين انا بحاول ابيس اهو، صح؟ ادي surface ECG، ادي ablation caster في مكان البيسنج، ايا كان مكان البيسنج هو ده اللي مطلوب ان اعرفه، هو ده الفاريبل. وده يونيبولر سيجنالز ما تشغلوش بالكم بيها. وبعدين دي قسطره في الهيس مسجله A و V، هيس مش واضحه قوي. وبعدين دي قسطره في الرايت فنتريكولار ايبكس، مش ببيس منها ولا حاجه، انا ببيس من قسطره الابليشن. طيب تعالى نسال نفسنا كذا سؤال. اول حاجه، هو انا اكسلريتنج التاكيكارديا؟ ما هو ده السؤال المهم في اي انترينمنت، صح؟ انا اكسلريتنج التاكيكارديا اهو، حتى فيجوالي واول ما بصكت راحت حصل سلوينج داون اهو، صح؟ صح، انا فعلا اكسلريتنج التاكيكارديا. طيب هل انا عامل فيوجن؟ وانا اكيد مغير المورفولوجي، فخدها مني كلمه، المورفولوجي من البيسنج ده في الساينس ما شكلوش كده، فده هايبريد ما بين الساينس اللي انا مخبيه عنك، انا ما وريتهولكش بس انا بقوله لك، وما بين التاكيكارديا، فيبقى ده ايه؟ فيوجن. والفيوجن ده واضح للعيان ولا لا؟ واضح، يبقى ده مانيفست فيوجن، صح؟ صح، مانيفست فيوجن. اول ما تسمع كلمه مانيفست فيوجن اعرف ان انت مش في مكان حلو. ليه؟ لان انت بره السكار اصلا، انت يا اما في ديستانت سايت يا اما في اوتر لوب، فانت مش في اكزيت ولا في ازمس. ابليشن هير از نو جود، احنا عرفنا كده الاجابه، احنا عرفنا على الاقل ده مهم ولا لا. طب الاجابه بقى، از ذس ا ديستانت سايت اور از ات ا باي ستاندر؟ تمام. اول حاجه احنا في الالكتريكال سيستول، ادام احنا في الالكتريكال سيستول احنا ممكن نكون باي ستاندر. فاكرين السلايد اللي انا وريتكم فيها ان الباي ستاندرز ممكن تكون في الالكتريكال سيستول حسب الاريا، حسب هي الكتريكالي بعيده ولا لا. ما هي ممكن تكون جوه السكار بس فيري سلو كوندكشن، تاخد لك كيلو عبال ما توصل لها الكتريكالي، صح؟ فتبقى جوه السكار. ولا ديستانت سايد؟ ايه الفرق؟ احنا عاملين مانيفست فيوجن. الباي ستاندر لا يمكن يعمل مانيفست فيوجن لان الباي ستاندر جوه السكار. طب ايه المعلومه الناقصه؟ البوست بيسنج انترفال. ادي البيسنج سبايك وادي السيجنال. كام البي بي اي؟ انا قايسها لك اهو 609. كام التاكيكارديا سايكل لينس؟ انا برضو قايسها لك 520. كام ملي سكند دول؟ دول 90 ملي سكند. ال 90 ملي سكند دول ردح من الزمن، ده ديستانت سايت، صح؟ هي طب نشوف الشاتس كده، الزملاء قالوا ديستانت سايت ولا قالوا ايه؟
دي دي اوكي ثانك يو. طب امال ايه رايكم في ده؟ ايه ده؟ ده في تي اهي راننج في اخر تو بيتس دول صح؟ وبعدين محاوله للانترينمنت. عايزين نسال نفسنا الاسئله الكلاسيكيه، هل انا اكسلريتد التاكيكارديا؟ يعني من غير ما توجع دماغك في القياس كتير لانها جايز تكون مش واضحه قوي. اه احنا اكسلريتنج التاكيكارديا. طيب السؤال، ايه رايك في شكل كيو ار اس كومبلكس؟ هل شكل كيو ار اس كومبلكس بيتغير؟ لا، ده شكل كيو ار اس كومبلكس شكله قريب جدا جدا من ال فيتريكولا تاكيكارديا. يبقى اذا انا جوه السكار، انا مش في ديستانت سايت صح، ولا اكيد في اوتر لوب. طب السؤال، ايه اخبار البوست بيسنج انترفال؟ البوست بيسنج انترفال انا قايسها لك اهي، 570 مللي سكند، سوري 507 مللي سكند، دي ماتشنج التاكيكارديا سايكل لينث. يبقى ده اكيد جزء من الكريتيكال ازمس. السؤال الاخير، is it a true isthmus يعني الحته اللي في النص، ولا is it an exit site؟ ده هنجاوبه ازاي؟ احنا جاوبناه اوريدي في الاكتيفيشن مابينج صح. انا بشوف الناس بتقول اهي، بتقول يعني والحقيقه يعني الاراء مختلفه في الامر ده. B, A or B, C, okay. Well, it's certainly not C, كويس؟ يعني قد نختلف هي A ولا B، بس it's certainly not C. ليه not C؟ لأن لو ده by standard لازم يكون الـ PPI أطول كتير من الـ TCL. ده في الحالة دي الـ PPI قد الـ TCL. هقول لكم بقى زي ما انتوا قلتوا كده، ده exit site. ليه exit site؟ لأن ده case historic يا جماعة. ده خلاص الامبلس حصلت، وبعدين الكيو ار اس حصلت اهي صح. اللي بيحصل في التلت ده اسمه بريس هيستوريك، اللي في النص يبقى اسمه ميد هيستوريك، اللي في الاول يبقى اسمه ايرلي هيستوريك. الاكزيت بريس هيستوريك، اللي هو عايز تسميه ليد هيستوريك براحتك، بس هو اصطلح الناس ان احنا نسميه بريس هيستوريك. الترو ازمس ميد هيستوريك، الانترنس اللي دايستول. اوكي هاي، ممكن اقول معلومه في النص، المسافه دي يسموها الكتروجرام تو كيو ار اس. يعني ايه الكتروجرام تو كيو ار اس؟ يعني المسافه من اللوكال لحد اول الكيو ار اس. فلو انت في التلت الاخير يعني الالكتروجرام على الكيو ار اس، الالكتروجرام تو كيو ار اس على التاكيكارديا سايكل لينس اقل من 30، يبقى حضرتك قصدك يعني ان انت قريب من كيو ار اس. اه يبقى ده اكزيت. لو الالكتروجرام تو كيو ار اس على التي سي ال من 30 ل 70، يبقى انا في النص. لو الالكتروجرام تو كيو ار اس على التي سي ال اكتر من 70، يبقى انا في التلت ده. ماشي، المعلومة دي هتفيدنا قدام، فبس يعني ايه، ما هي الا تسميات مختلفة بس. ماشي، طب ايه رأيك في الحتة دي بقى؟ ايه اللي بيحصل؟ الفري رانينج تاكيكارديا اهي، وانا بعمل بيسنج اهو، وانا اكسلريتد. التاكيكارديا انا بقول لك. طب في مانيفست فيوجن ولا مفيش؟ لا مفيش مانيفست فيوجن، ده البيسنج شكله شبه بالظبط التاكيكارديا، يبقى ده كونسيل ديفيوجن. يبقى انا لا ديستانت سايت ولا انا اوتر لوب. طب امال ايه؟ انا شايف كومنتس. طيب خلينا نبص على الشات. اكزيت سايت ازمس ايه معظم الناس ايه، وفي حد من الزملاء بيقول بي. اوكي ذاتس فيري ريزونبل. اوكي طب انا هقول لك رايي، الكلام ده مهم قوي. هو انا اصلا ببيس انهي سيجنال؟
السؤال ده مهم جدا. انتوا شايفين يا جماعه ان السيجنال قد ايه فراكشنيتد وطويله صح؟ طب ما انا مش عارف انا ببيس الكومبوننت ده ولا الكومبوننت ده ولا الكومبوننت ده. ما هو على اساس انا ببيس ايه؟ انا هحدد لك انا فين في الالكتريكال دايستول، وبالتالي اقول لك هو انا انترنس ولا اكزيت ولا ازمس صح؟ ايه الاجابه؟ انا ببيس انهي كومبوننت؟ يا جماعه الاجابه انا ببيس الكومبوننت اللي بيختفي اثناء البيسنج. طب قارن السيجنال دي كده بالسيجنال دي، انهو كومبوننت اللي اختفى؟ الكومبوننت الكبير، وده منطقي. ما انا الكومبوننت الكبير ده هو انا اكتر واحد انا لازق فيه بالقسطره، ومنطقي جدا ان هو ده اكتر كومبوننت انا اعرف اعمل له كابشر. راح فين الكومبوننت ده اثناء البيستنج؟ بقى ساكد انتو ذا كيو ار اس كومبلكس. فلما حضرتك تيجي تحتار تقول انا هقيس هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا، لا انا اقول لك قيس لي ده، هو ده اللي انت بتعمل له كابشر. فادي البي بي اي بتاعتك 520 مللي سكند. ال 520 مللي سكند دول ماتشنج التاكيكارديا سايكل لينس، يبقى انا في حته مهمه، انا مش في باي ستاندر، انا يا في اكزيت يا في ازمس. طب انا الالكتروجرام تو كيو ار اس فين؟ ايه وضعي؟ يعني بص اقول لك حاجه، ده انت على البوردر ما بين الاكزيت والازمس. يعني لو قسمتهم ثلاث تتلات كده، ثلاث تتلات، هتلاقيك يا دوبك في حته ان بتوين. فاللي يقول ايه اقول له ماشي، واللي يقول بي اقول له ماشي. صح 100%. ماشي، لو انت هنا، لو الالكتروجرام بتاعك هنا اللي انت عامل له اكسلريشن، يبقى انت انترنس بقى. طب هزود معلومه، هزود معلومه، لما تبقى في الحته الكويسه، لما تبقى بالبيسفيك كريتيكال ازمس، الالكتروجرام تو كيو ار اس كومبلكس اللي احنا لسه اتكلمنا عليه من شويه ده ضروري يماتش الاستيمولس تو كيو ار اس كومبلكس ديورنج البيسنج. ها منطقي، ما انت في حته بتعمل لها كابشر، المسافه من البيسنج بتاعك للاكزيت هي هي نفس المسافه من الالكتروجرام للاكزيت، ما انت في نص الازمس، انت في الكريتيكال ازمس. صح؟ ماشي. ليه ده مهم؟ لان لو الاستيمولس تو كيو ار اس كومبلكس significantly longer عن الالكتروجرام تو كيو ار اس كومبلكس، اعرف ان انت في بلايند الي، والزمن الزياده بتاع الالكتروجرام ده هو الزمن بتاع البيسنج، هو الزمن اللي هتاخده الامبلس لحد ما تطلع من البلايند الي وتوصل للسيركت وتطلع بره تاكزيت. خدت بالك من النقطه دي؟ ماشي. بالمناسبه It's time ان انتوا توقفوني لو الحته دي مش واضحه. ليه؟ لان هي دي الحته اللي في المحاضره كلها، مفيش حاجه تاني. احنا مش جايين نحكي عن ان الرايت فنتريكولر ايبكس ثين وبتبقى بيرفوريتد بالقسطره وكذا، ده مش موضوعنا. احنا موضوعنا هي الحته دي، فلو الحته دي مش مفهومه نعيدها. او اقول لكم حاجه غير ان احنا نعيدها، خلينا نشوف اكزامبلز ثانيه يمكن الحكايه دي تدعم الكونسبت. ايه رايكم في المنظر ده يا جماعه؟ ادي التاكيكارديا على الناحيه اليمين فري راننج اهي، وادي انا ببيس وانا بقول لك ان انت بتاكسلريت. يا ترى الكيو ار اس كومبلكس شكله بيتغير؟ اطلاقا مطلقا البتة، ده لا اوتر لوب ولا هو ديستانت سايد، دي حاجه جوه السكار. طيب البي بي اي عامله ازاي؟ البي بي اي significantly longer عن التايتيك كارد سايكلينس، ده معناه ان انت مش في كريتيكال ازمس، انت غالبا في بلايند الي 100% سي سي باي ستاندرد. صح تمام. طيب بيرفكت. طب عايزك بقى تاخد بالك من اللقطه الجايه دي. شايف يا صديقي الالكتروجرام تو كيو ار اس؟ شايفه؟
الالكتروجرام تو كيو ار اس ده يعني شكله في النص ها، فده بيدي استوليك. طب شايف بقى الاستيمولس تو كيو ار اس، واو ذات سيجنيفيكانتلي لونجر صح. فالالكتروجرام تو كيو ار اس از سيجنيفيكانتلي ليس ذان ذا ستيمولس تو كيو ار اس سبيكينج اوف اجين ا باي ستاندرد. طب تعال نشوف الاكزامبل ده. ايه رايكم؟ ادي الفري رانينج تاكيكارديا اهي، وانا ببيس وباكسلريت. انا ببيس من القسطره دي ابليشن ديستال اهو صح. اول سؤال فور ذا سيك اوف ديسكشن، هو انا ببيس انهي سيجنال؟ ادي انا عايزك تبص دلوقتي على الابليشن ديستال، عليهم تو سيجنالز، واحده انا واثق ان انت شايفهم هم الاثنين، ادي واحده اهي وادي الثانيه. انا ببيس انهي واحده؟ انا ببيس اللي اختفت اثناء البيسنج. انهي واحده اللي اختفت اثناء البيسنج؟ ما دي زي ما هي اهي. انا ببيس الزوم اللي بتقول السمول صح، انا ببيس السمول دي، هي دي اللي انا عامل لها كابشر، هو ده النير فيلد، ده فار فيلد ماشي. طب تعالى بقى نشوف بقى ايه القياسات. انا كونسيل ديفيوجن يبقى انا جوه السكار الحمد لله، يبقى انا حاجه من اثنين، يا انتر يا اكزيت يا كريتيكال ازمس يا انترانس يا اما بقى باي ستاندرد. طب ما تيجي نقيس البي بي اي، هنقيسها منين؟ هنقيسها من الاستيمولس للي انا بكبشره، ما هو ده اللي هيرجع لي تاني في الحته اللي انا فيها، هي دي اللي انا وانا فيها، هي دي اللوكال. البي بي اي دي يا جماعه شكلها كده فيجوالي شكلها طويل، تي سي ال 460 بي بي اي 520 الكتروجرام تو كيو ار اس 140 ستيمولس تو كيو ار اس 200. ده معناه ان ده كله ماشي في سكه ان ده باي ستاندر بيرفكت ماشي. طب الاكزامبل ده ايه رايكم؟ عيان 68 سنه براير ام اي في تي، ادي الفي تي فري راننج جاي، وانت بتعمل ايه؟ بتبيس ومسرع. انا اللي بقول لك، وحتى لو انت ما عندكش وقت تقيس في مانيفست فيوجن، لا مفيش، يبقى انا في السكار، يا انا بقى في حته مهمه في السكار يا انا في حته اي كلام. انا بكابشر انهي سيجنال؟ انا بكابشر السيجنال دي اللي هي الصغيره خالص دي، دول انا ماليش دعوه بيهم، دول فار فيلد. طب هنقيس ازاي؟ ادي من الاستيمولس للسيجنال دي، ده البي بي اي. البي بي اي في الحاله دي 460 ملي سكند، والتاكيكارديا سايكل لينس 460، والالكتروجرام تو كيو ار اس ايكوال الاستيمولس تو كيو ار اس، يبقى ده حته مهمه، حته مهمه في السكار، يا انترانس يا اكزيت يا كريت يا ترو ازمس، يعني يا في الاول يا في الاخر يا في النص، انهي الحته دي فين؟ تعال نشوف ايه علاقتها في الالكتريكال دايستول. الكيو ار اس كومبلكس خلصان هنا اهو، شايف ده الالكتريكال دايستول اوله هنا واخره هنا، تبقى تفتكر الحته دي في انهو تلت؟ دي في التلت الاولاني، يبقى ده ايرلي دايستوليك، يبقى ده انترانسايت. اي اتمنى ان الحته دي تكون نورت. نورت ده يعني ايه؟ دي فاريبل، يعني ايه؟ يعني مش لازم تكون نورت بمعنى انها لمبه 60 واط، هي لو لمبه سهاري صفراء برضه معقول، ما هو احنا مش مطلوب مننا ان احنا نفهم الالكترو كله فيسيولوجي كله دلوقتي صح؟ بس ماشي. السلام عليكم يا دكتور احمد. وعليكم السلام يا فندم. ممتاز حضرتك، بس السلايد اللي فات هستفسر على حاجه بعد اذن حضرتك. اتفضل يا فندم. حالا اقول السلايد اللي فات هو عشان اعرف، معلش يا دكتور احمد، ان كانت اكزيت او سنترال بارت او انترانس، انا بقسم الاس كيو ار اس على التاكي كارديا سايكل لينس، مظبوط يا فندم؟ الالكتروجرام تو كيو ار اس هنا يعني الحمد لله سيان، هنا 200 وهنا 200، لو قسمته على 460 هيطلع اقل من 50%. لو قسمته على احنا قلنا 200 هيطلع اقل من 50%، صح؟ فده مش ممكن يكون انترانس ولا ايه، ولا انا غلطان؟
ما هو انترنس. لا ما الانترنس بيبقى اكتر من 70%. الانترنس انت عايز تقول ان هو ناحيه الاكزيت يعني ناحيه الكريتيكال ايز بس يعني الانترنس يا دكتور احمد يعني اتخيل ان هو ما بين يعني حوالي مثلا 40% او حاجه زي كده ممكن يبقى في السنترال بارت او حاجه زي كده بس مش اكزيت ولا انترنس. هو اكيد مش اكزيت هو حاجه من اتنين هو غالبا ما بين الانترنس وما بين الترو ازمس. تمام بس انت فاهم الكونسبت صح؟ تمام. وانت فيجوالي تقدر في دماغك تقسم الالكتريكال دايستول ده لثلاث تلات. التلت الاولاني ده انترنس، التلت اللي في النص ده كريتيكال ازمس، التلت الاخير ده اكزيت. اختلفنا بقى في شويه في البرسنتج 70 ولا 60 ولا كذا بس الكونسبت مفهوم صح؟ هو ده المهم. ماشي شكرا يا فندم. هو في حاجة بس يا دكتور أحمد، هو على الحسبة اللي كان بيقول عليها أنه الانترنس من 50 ل 70، الأوتر لوب هو الأكتر من 70 لو هو عايز يقسم بالضبط يعني الأرقام. الانترنس من 50 ل 70 10 QRS على التاكيكارديا سايكلينز من 50 ل 70، الأكتر من 70 هو الأوتر لوب. الأوتر لوب؟ لكن 50 ل 70 هو دوت من من 50 ل 70 ده الانترنس، من 30 ل 50 الازمس، اقل من 30 الاكزيت لو يعني الايكويشن بيقول عليه. اوكي هو الاوتر لوب المفروض يكون في الالكتريكال سيستول صح؟ الاوتر لوب ده في الهيلثي مايوكارديوم ما هوش جوه السكار، فالمفروض انه يكون في الالكتريكال سيستول مش في الالكتريكال دايستول اصلا. فانا مش عارف الحكايه دي. In any case we can look this up يعني راجعوها وابعتوها لي حتى على الواتساب او على الشات. بس اللي انا عايز اقوله لكم ان بغض النظر عن النسب احنا فاهمين الكونسبت، هما ثلاث تلات يعني التلت الاخير ده البريسيستول ده اكزيت، التلت اللي في النص ده الميد دايستول، والتلت الايرلي اللي قبل اللي بعد الكي ار اس اللي قبلينا ده ايرلي دايستول. كويس الارقام نراجعها ويمكن في سلايد هنا هتورينا الارقام، خلينا نبص عليها. ده بقى ايه؟ ده بقى الاوتكم او تقدر تقول مدى نجاحنا وقدرتنا على ان احنا نيفكتيفلي تارجت ablation sites based على entrainment plus activation. احسن حاجه انت محتاج تشوفها هي انك تعمل ايه؟ انك تلاقي post pacing interval that matches the tachycardia cycle length، وانك تلاقي stimulus to QRS over tachycardia cycle length less than 0.7، اللي هو عايز يقول لك ان الاكزيت يعني من احسن الاماكن اللي تقدر تكوي فيها، لان الانترنس زي ما قلنا is funnel shaped، وان الاستيمولس تو كيو ار اس ماتشز ذا الكتروكارديوجرام تو كيو ار اس. تلاقي بقى ايه لو عملت الكومباينيشن دي؟ تلاقي ان ارقام السنسيتيفيتي والسبيسيفيستي اوف سكسسفولي ابليتنج ذيس ارياز is the highest possible. تمام؟ في حين ان بارامتر زي مثلا الكونسيلد انترينمنت لوحده اللي هو يعني الكونسيلد انترينمنت بيقول ايه؟ ما هو بيقول ان انا جوه السكار بس، ما بيقولش اكتر من كده. ده مش هيبقى كافي انه successfully terminate tachycardia. اوكي؟ برضو حاجه من الحاجات المهمه ان انت تلاقي الايزوليتد ميد دايستوليك بوتنشال دي نون ديسوشيبل من التاكيكارديا. يعني ايه نون ديسوشيبل؟ يعني كل ما تعمل بيسنج وتغير مكان البوتنشال دي تلاقي التاكيكارديا بتمشي وراها. يعني if you advance it with an extra stimulus تلاقيك بتريسات التاكيكارديا. الحكايه دي is technically hard to demonstrate، عشان كده في ظل اصلا ان احنا اصلا ما بقيناش نعمل المانوفرز دي كتير، ده واحد من المانوفرز اللي انا تقريبا عمري ما عملت. كويس ماشي عظيم جدا. طيب فواضح ان الارقام
باستخدام الاكتيفيشن مابينج بلس الانترينمنت مابينج اتحسنت شويه صح؟ بقينا نعرف ان سكسسفولي ابليت في تي احسن من ال 12% ولا 40% اللي كانوا معتمدين على اكتيفيشن مابينج بس. ماشي. دي بيبر يا جماعه، البيبر دي يجب ان نعتز بيها كلنا. البيبر دي دكتور اشرف الشلقاني كان الفيرست اوثر فيها. دكتور اشرف الشلقاني ايجيبشن كان معهد القلب فتره مش قليله، وبعدين هي لفت تو ذا ستيتس، وبعدين وهو في شغله اثناء ما كان فالو كان عمل الكرايتيريا دي. يعني I think this is one of the most commonly cited publications in electrophysiology. اللي هو ايه؟ اللي هو عايزين نجيب ندي ار اف واحد بس بس، والار اف واحد ده يسكسسفولي ترمينيت فنتريكولار تاكيكارديا. يا ترى الار اف ده اللوكيشن ده مكان اختياره هيبقى فين وبيزد على ايه؟ انترينمنت ويز كونسيل ديفيوجن، اتفقنا؟ بي بي اي ماينس تاكيكارديا سايكل لينث، stimulus to QRS that matches the electrogram to QRS and less than 70% of the tachycardia cycle length, meaningly it's an exit. وبعدين فرصة بقى ان احنا نبص في الشات لان الزملاء looked it up، ان اللي اكتر من 70% ده بيبقى inner loop مش outer loop. صح، هي دي النقطة، ان inner loop ممكن يعمل كده طبعا، انما هيبقى جوه electrical diastole في اكتر من 70%. والاقل من 30% ده هيبقى اكزيت سايت، ويبقى ده فيري جود تارجت اوف ابليشن. لقوا بقى ان البوزيتيف بريدكتيف فاليو فور في تي ترمينيشن باستخدام الكرايتيريا دي، لو الكرايتيريا دي اتحققت في بوتنشال 100% والنيجاتيف بريدكتيف فاليو 98%، فدي فيري بريسايز كرايتيريا فور ان ابليشن سايت. ولكن يبقى الليميتيشن، اعرف بقى في وسط الفريكوينت في تيز اللي في ديفرنت سايكل لينث اللي هيمودايناميكالي انستابل، ان انت تحقق الكرايتيريا دي وهتقدر تحققها في كام في الميه من الناس، وهتقدر عن طريقها تكوي قد ايه في الفي تيز. يبقى ان هو ده الليميتيشن الاساسي بتاع الاكتيفيشن والانترينمنت مابينج. الجزء اللي فات اهميته مش ان انت هتعمله عشان تكوي في تي، اهميته ان انت هتفهم الكونسبت بتاع الانترينمنت. ده حاجه مهمه جدا لاي الكتروفيزيولوجيست. اوكي تمام. طيب احنا خلصنا الحته الصعبه، اللي باقي ده احنا عشان برضو الوقت، وعشان احنا اوريدي وباست تايم احنا هنجري فيه. ماشي. بيس مابينج. البيس مابينج هو مانوفر بنعمله النورمال ساينس ريذم، هدفه انه يدعم الاكتيفيشن والانترينمنت ماب، ولكنه له ما له وعليه ما عليه. ف ايه البيس مابينج فكرته ايه؟ ان الاوريجن بتاع التاكيكارديا لما تبيس فيه ديورنج النورمال ساينس ريذم تقدر تيميتيت شكل التاكيكارديا. فبالتالي لو انت بتبيس في حتت كتيره وواحد منهم طلع لك 12 اوفر 12 ماتش، يعني اكزاكتلي ماتشنج التاكيكارديا بتاعتك، اعرف ان ده يمكن يكون بروميسنج سايت. الكلام ده فاليد وجميل ولطيف في الايديوباثيك فنتريكولار تاكيكارديا، انما عليه نفس الليميتيشنز اللي على السيرفيس الكتروكارديوجرام. اللي تؤثر على الاكيرسي بتاعته، لان لو دي الفي تي وحضرتك متخيلها فري راننج اهي، وانت بقى قررت ان انت تبيس في نورمال ساينس ريذم، التاكيكارديا وقفت خلاص، ده انت البيسنج بتاعك ده ممكن يمشي في الحته دي وفي الحته دي، فيبقى الفنتركل اكتيفيتد بفيوجن من تو ديفرنت اكزيتس خالص، الاثنين بعاد عن بعض، في حين ان هو ممكن يعمل مورفولوجي نتيجه اكزيت في حته ويكون مثلا في فانكشنال بلوك او فيري سلو كوندكشن في الحته الثانيه. لا يقبل يكون كده ويقبل يكون كده، فممكن من نفس البيسنج سايد حتى ات ديفرنت بيسنج اوتبوتس يو هاف توتالي ديفرنت Q
QRS's morphologies نتيجة different exits that are far from each other inside the same scar. صح؟ فأنت لو لقيته well and good, إنما لو ما لقيتوش خليك عارف أنت ما لقيتش ليه, لأن أنت قد تكون بتجزت من كذا حتة, قد بتكون بتبس في مكان كويس, إنما المكان ده بيجزت من منطقة تانية بعيدة خالص عنك من السكار. صح؟ that's why pace mapping has a lot of limitation in scar-related ventricular tachycardia. طيب الـ unmappable ventricular tachycardias بقى هنعمل فيهم إيه؟ unmappable دول هم non-inducible أو non-sustained أو اللي هم dynamical unstable. واحد بيجيله ventricular flutter على 250 لا يمكن تسيبه كده. صح؟ لا يمكن تعرف تماب التاكيكارديا دي كده. الهدف ايه؟ لو كانت الليد بوتنشال رجلا لقتلته. احسن سيناريو على الاطلاق ان انت تمسك كل الليد بوتنشالز دي وتكويها. ليه؟ لان الليد بوتنشال اللي مش انكريمينيتد في فنتريكولار تاكيكارديا النهارده بعد شهر ممكن تبقى انكريمينيتد في انذر فنتريكولار تاكيكارديا. ولكن ده اكزامبل, خلينا نشوف ولكن ايه. ولكن المشكله ان انت قد ينتهي بيك الامر الى ابليشن من هذا النوع. تخيل ان انت قررت ان انت تفلجريت ذا سكار. طبعا this is very extensive amount of ablation that could be time consuming, patient consuming and sometimes physician consuming. يعني كل اللي اشتغل سكار ريليتد في تي يا جماعه يعرف قد ايه احيانا بيبقى احد اسباب ان احنا نوقف, ان خلاص we are exhausted. والكلام ده بيحصل في كل الدنيا مش بس عندنا. فعشان كده there has to be a smart way ان انت to localize بيها your targets بطريقه افضل, بطريقه more precise. ماشي؟ ده مش معناه ان ده ما بيستخدمش, ده احيانا بيستخدم, بس this is not the best way to deal with scar modification or substrate ablation. كلمه substrate ablation يعني ايه؟ يعني انا ما اعرفش الفي تي, ما شفتهاش, انا اعرف ان السكار مسؤول عنها واني الارياز دي اللي هي الليت بوتنشلز او الايزوليتد بوتنشلز او اللافا الليت ابنورمال الكتروجرامز هم دول اللي بيعملوا السكار ريليتد في تي, وبالتالي انا تارجتنج ان انا اكوي دول. ده اللي اسمه سبستريت موديفيكيشن. السبستريت موديفيكيشن ده يا جماعه اثبت انه بيقلل الاي سي دي ثيرابي 100%, واثبت ان هو طالما بيتعمل مظبوط within the scar it should not affect the ejection fraction. يعني انت بتكوي بتكوي extensively احيانا, انما عندنا داتا تقول ان ده مش بيأفكت left ventricular ejection fraction as long as you adhere to the rules which is ablating in areas within the scar. تمام؟ نيجي بقى للابروتشز. الابروتشز ار فيري ديفرنت. صح؟ في ابروتشز ان انت تو كونكت ارياز اوف سكارز بحيث ان انت عن طريق ابليشن لاينز بحيث ان انت تقفل الشانلز اللي وسط السكار. في ابروتش تهدف الى بوكس ايزوليشن اوف ذا سكار, يعني انا هقعد اكوي حوالين السكار فاعمل الكتريكال ايزوليشن فيه. في approach بيعمل short ablation lines guided by pace mapping, يعني هبيس حوالين السكار وبعدين هشوف شكل ال QRS اللي بيماتش ال VT الكلينيكال اللي انا شايفها واروح ابليت في الحته اللي انا عارف ان دي 100% حته مهمه, او ان انا اخلي الكارتو ماب توريني الشانلز اللي جوه السكار واعمل لها دي تشانلينج, او ان انا بقى هروح لكل الارياز اوف ليت بوتنشال وبعدين اعمل لها ابليشن كلها لحد ما تخلص واعمل ري ماب
وما لاقيش في ليك بوتنشال. كل دي different strategies for substrate ablation. طبعا واضح ليكوا كلكوا ان this is not as smart approach as the approach that we have just mentioned. الابروتش ده اللي فات ده electrophysiologic approach, انما الابروتش ده anatomic approach زيه زي الابليشن of atrial fibrillation مثلا. اوكي طيب I guess we can skip this for the sake of time. يعني دي كلها data عن different types of ablations using a substrate map approach والoutcome بتاعها. ده كله كلام narrative. I think we can skip for the sake of time. ده مثلا example على الاسكاردي channeling وازاي تقدر تفيدل around with the voltage criteria of the cardio system or whatever electroanatomical system that you are mapping بحيث انه يوريك ال areas of surviving myocytes اللي قد تكون potentially site scar تقدر تعمل لها ablation. لازم يكون عندك end point بعد ما تعمل ال ablation دي. يعني انا مش هخش اكوي شوية potentials وبعدين اخرج واقول انا عملت substrate modification. لازم يكون في hard end point انا وانت نعرف نريكوجنايز. قد تكون تختار ان انت هتإليمينيت كل الليت بوتنشلز. You have to remap and make sure that there is no late potentials anymore. دي في حد ذاتها end point. قد تكون صعبة التحقيق ولكنها end point و reproducible. انا وانت هنتفق ان انا هماب الحتة دي هكوي كل السيجنالز اللي فيها, لما هعمل remap انا مش هلاقي late potentials. ده end point. او ان انا هعمل سكار دي تشانلينج, هدور على كل الشانلز اوف سيرفايفنج ماي سايتس دي عن طريق الالكترو اناتوميكال ماب واقفلها كلها. او ان انا هعمل ايزوليشن اوف ذا سكار وذ ا بوكس ليجن. ولما كنا بنوري حضراتكم بس اكزامبل سريع عن اريا ذات از فول اوف ليت ابنورمال فنتريكولار سيجنلز, شايفين ده اللوكال, ده الفار فيلد الكتروجرام اهو, والأسطرة مسجلة النير فيلد إلكتروجرام اللي حضراتكم شايفينه الشارب ده. أحيانا بيبقى كل الهدف إن إحنا نجيت ريد أوف ذيس ليت إيزوليتد بوتنشلز عن طريق إن إحنا نكوي السيجنالز دي. شايفين حضراتكم البوتنشال بتقل إزاي في الأمبليتيود لحد ما إيفينشولي إت ديسابيرز, موجودة في أول بيتا أهي, إنما ويز كونتينيوينج أبليشن إت ديسابيرز. فده إز أن إند بوينت للسبستريت مابينج. ده احد الاكزامبلز. another endpoint للسبستريت مابينج لو حضرتك قررت ان انت تعمل بوكس ليجن اللي انت هتحوط الاريا اوف ذا سكار, صح؟ بس انت ما ينفعش تحوط الاريا اوف ذا سكار وتجري, ما انت مش عارف ايه مدى الافيكاسي بتاعت الليجنز بتاعتك دي. لا, ده انت لازم تبيس جوه السكار وتميك شور ان انت بتكابشر اللوكال سيجنال جوه السكار كويس, انما you are not exiting to the outside of the scar. نفس فكرة لما بنعمل exit block من pulmonary veins او posterior wall او كذا. بس ايه limitations بتاعت substrate mapping؟ ان هو difficult to achieve لانه احيانا require extensive ablation, وان هو time consuming وجايز تحتاج تعمل remap عشان تتأكد ان الليت potentials راحت. واحيانا بعض السكارز بالذات, شفت يمكن الحكايه دي مره ولا حاجه, بالذات الفريش انفاركشنز لما انت تبقى مضطر تدخل العيان بفريش انفاركشن مثلا بقاله 3 شهور ولا حاجه, احيانا ما تلاقيش الليت بوتنشلز دي اتعملت, وتلاقي العيان بيجي له فنتريكولار تاكيكارديا وانت ما تعرفش تعمل له سبستريت موديفيكيشن, ويبقى الحل الوحيد ان انت تنديوس هوبينج فور هيموديناميكال ستيبل في تي ذات كود بي مابت اند ابليت والاكستنسيف ابليشن طبعا ذكرناه. طيب تيك هوم مسجز عشان هنسيب ان شاء الله مش اكتر من ربع ساعه للدكتوره شيرين تقول لنا كويزز. انا اسف ان انا عطلتها وسهرتها, بس هي محاضره يعني دسمه زي ما حضراتكم شايفين. Reentry is caused by asynchronous conduction within the scar and this is the most common mechanism of post myocardial infarction VT and scar related VT in general. Surface electrocardiogram can help regionalize the ventricular tachycardia but cannot help localize it precisely.
The presence of other entrainment criteria together with concealed fusion increases the specificity of terminating mappable VT with radio frequency ablation. Substrate modification can be used for unmappable VTs with comparable outcome. In a matter of fact, this has been the go-to technique because of the limitations of conventional mapping in the current era. And that's it. Thank you so much.